بسم الله الرحمن الرحيم. توبيك النهارده هيكون جزء من البيزك كارديولوجي كورس، تمام، بعنوان بيس ميكرز اكسبلينز. يعني احنا هنتكلم عن البيزكس اوف بيس ميكرز، بس هنغوط سنه بسيطه، يعني مش البيزكس اللي هو القشور، يعني انتوا دكاتره قلب مش دكاتره بطنه، تمام، فطبيعي ان انت تبقى عارف شويه معلومات زياده. بس مش هندخل في تفاصيل الكتروفيسيولوجي، مش هنتكلم في بروجرامينج، مش هنتكلم في التفاصيل بتاعه الامبلانتيشن بيتعمل ازاي وتيبس اند تريكس ومش عارف ايه وحاجات مال فانكشن، لا مش هنتطرق للكلام ده. هنحاول قد ما نقدر نتكلم بس الحاجات اللي انت كان محتاج انت كنائب كارديولوجي ان انت تكون عارفها في البيس ميكرز، لان انت بتتعامل مع مين ركب بيس ميكرز، سواء في الطوارئ، عيان محجوز عندك، عيان ركب بيرمنت بيس ميكر هو عندنا في القسم، الحاجات دي كلها، تمام. طيب تعالوا نقول مع بعض كده النهارده ايه الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها. اول حاجه نعرف ايه التايبس اوف بيس ميكرز وايه الانديكيشنز بتاعتهم ان جنرال، مش هنتكلم ان ديتيل لان الانديكيشنز اوف بيسنج دي محاضره لوحدها، نمسك الجايد لاينز بقى بتاعت الكاردياك بيسنج، جايد لاينز السي ار تي والاي سي دي والحوارات دي كلها ونتكلم عنها. لكن احنا ان جنرال هنعرف امتى بنحتاج نركب بيرمننت بيس ميكر، النومنكليتشر بتاع البيس ميكرز، حوار بقى في في اي ودي دي دي والكلام ده كله، تمام، بنعمل فيه ايه، فدي نقطه هتبقى مهمه. الستبس تو اساس الاي سي جي مش هنتكلم عنه ان ديتيل برضه، لان كده كده هتبقى في محاضره في الاي سي جي كورس بنتكلم فيها عن الانتربريتيشن بتاع الاي سي جي عن بيس ميكر بالتفاصيل، بس طبعا هنتطرق لها، لان اكيد لو انا بتكلم محاضره عن بيس ميكرز لازم اتطرق لنقطه الاي سي جي، بيبقى ايه الخطوات اللي انا باسس بيها الاي سي جي بتاع بيس ميكر، ابص على ايه عشان اقدر اطلع بكومنت على الاخر في على الاقل. والديفرنس ما بين اليوني بولر والباي بولر بيسنج كونفيجريشن، كلمه يوني بولر وباي بولر نسمعها كتير جدا نبقى فاهمين الفرق. اوكي، طب انواع البيس ميكرز ايه؟ لو انا انواع البيس ميكرز تقسمها ازاي؟ دي تقسيمه، في تقسيمه عام شويه الاول نبتدي بيها، ممكن نقول ترانزيانت وبيرمننت، ان في بيرمننت بيس ميكر ده اللي بيتركب والعين بيعيش بيه على طول، تمام، وفي ترانزيانت زي اللي احنا بنركبه التمبري بيس ميكر اللي هو الواير اللي بنركبه العيان مثلا كومبليت هارت بلوك، احنا مش عارفين ده حاجه هتفك ولا مش هتفك وحاجه ريفرسبل ولا ايرفرسبل، بركب له ترانزيانت بيس ميكر، تمام. فده اكوردنج للسايت ويل انديكيشن. بس في حاجه مهمه بقى، البيس ميكر في نوعين ممكن نقسمهم ان جنرال، اللي هو انت بتبيس منين؟ بتبيس اندوكارديال ولا ابيكارديال؟ اندوكارديال يعني انا داخل من جوه عن طريق انا دخلت من فينوس اكسس ودخلت ببيس مثلا الرايت فنتركل من الاندوكارديال سيرفيس، او ببيس الاترم من الاندوكارديال سيرفيس. ابيكارديال اللي هو في الاغلب حاجه سيرجيكال، انا ببيس من بره، ببيس من الابيكارديال سيرفيس، وطبعا عشان ابيس ابيكارديال سيرفيس مش احنا اللي هنبيس من الابيكارديال سيرفيس، ده بيبقى مين؟ كارديوستراسيك اللي هو بيتركب بوست اوبرتيف مثلا، عيان دخل في هارت بلوك اثناء العمليه فركب ترانزيانت بيس ميكر ابيكارديال، بتلاقي عيان كده مركب جراحه وتلاقي واير خارج من الاسترنوتومي كده يقول لك ده ترانزيانت وبيفكوه بعد كده، او يركب سيرجيكال اللي هو مثلا طفل عنده كونجنتال هارت بلوك وحاج يعني البادي سيرفس اريا لا تسمح ان انا احط له بطاريه سبكوتينيس وادخلها من الفين، فالجراح بيركبه وبتلاقيه محطوط في البطن كده البطاريه والسلكه ابيكارديال، تمام، ولما يكبر شويه بنركبه له اندوكارديال. فالبيسي ممكن يكون ابيكارديال وممكن يبقى اندوكارديال، تمام. طبعا الاندوكارديال اسهل، زمان كان كل بيس ميكرز ابيكارديال، عشان كده زمان كان مين اللي بيركب بيس ميكرز؟ جراحين فقط، تمام. بدا بعد كده مثلا ممكن نقول من السبعين ثمانينات ان هو بقى في حاجه الاندوكارديال، وان خلاص بقى ممكن الكارديولوجست ان احنا مش محتاجين جراحه واوبن هارت وسيرجري ومش عارف ايه، لا انا مجرد اكسس بس من الفين بعمل كل حاجه، تمام، عشان كده احنا بنركب بيس ميكرز عادي في القلب اللي هو الالكتروفيسيولوجي. طب لو هقسم بقى البيس ميكرز البيرمننت اكوردنج للانديكيشن اقسمها لايه؟ ثلاث انواع، بريدي بيس ميكرز اللي هي البيس ميكرز اللي بركبها بهدف البيسنج فور بريدي اريزميا، اي سي ديز امبلانتبل كارديفيرتر ديفيبريليتور، عارفين طبعا الجهاز ده اللي هو ممنوع عليه بالعربي ايه؟ العيان يقول لك انا مركب جهاز صدمات او مركب جهاز صاعق، تمام؟ الاي سي دي طبعا اكيد مننا كتير شافوه. باي فنتريكلر بيس ميكر اللي هو السي ار تي، تمام؟ كلمه باي فنتريكلر طبعا هي الكلمه الاشمل ان هو فكرته انه باي فنتريكلر ان احنا هنعمل سنكرونايزيشن بين الرايت والليفت فنتريكل، والاسم الاشهر هو سي ار تي اللي هي كاردياك ريسنكرونايزيشن ثيرابي. ده ان جنرال كده انواع البيس ميكرز. اي حد عنده سؤال ان المحاضره تبقى فيه حاجات انا عارف ممكن تبقى غامضه، تمام، اسال، اوكي، يعني وقفني واسالوني عشان خاطر المحاضره عايزه انتر اكشن، وده هدف ان احنا ما سجلناهاش على طول وخلاص، لا ان احنا يبقى فيه انتر اكشن. نبتدي. البريدي بيس ميكرز طبعا بقسمها ليه التقسيمه اللي انت قلتها بقى، سنجل دول شيمبر بيس ميكرز، تمام، ان انا ممكن تبقى سنجل شيمبر مجرد ان انا حاطط ليد في فنتركل في الفنتركل او في الاتريوم. خلي بالكم ان سنجل شيمبر تشمل اتريوم او فنتركل، بس الاشهر ايه؟ فنتركل، تمام. ودول شيمبر اكيد اقصد ايه دول شيمبر بيس ميكر؟ اتريوم فيف، اكيد ما اقصدش الباي فنتركل، الباي فنتركل ده نوع مستقل بذاته، لكن دول شيمبر اقصد ان انا حاطط سلكه في الرايت اتريوم سلكه في الرايت فنتركل، طبعا الاسم الاصح ليد بلاش سلكه، بس يعني احنا الكلام اللي بنقوله كده الدارج.
تمام. دي تقسيمه سنجل ودول. يبقى احنا قسمنا البيس ميكرز زي قلنا تمبري بيرمننت وممكن تبقى ابيكارديال او اندوكارديا سواء تمبري او بيرمننت. والبيرمننت قسمناهم ليه برادي بيس ميكرز اي سي دي سي ار تي، والبرادي قلنا منهم سنجل شيمبر واندو شيمبر. حتى الان الكلاسيفيكيشن دي مفهومه؟ فيها اي مشكله؟ طيب ليه بنحط بيس ميكرز؟ برادي اريزمي طبعا اكيد سمعتوا محاضره الاي سي جي كورس بتاعت البرادي اريزمي، كنا عاملين فيها ثلاث محاضرات كلاسيفيكيشن ساينس نود ديسفانكشن اي بي بلوكس. انا عندي نوعين مشهورين من البرادي اريزمي، ديس اوردر في الامبلس جنريشن اللي هي ساينس نود ديسفانكشن او الاسم القديم سيك ساينس سندروم، ما بقناش بنحب الاسم ده قوي، بقى اسم الاحدث والاشيك ساينس نود ديسفانكشن، حتى بتختصر ساعات اس ان دي. وديس اوردرز في الامبلس كوندكشن الاي بي بلوكس بانواعها كلها، مش هنخوض فيها، ده مش مكانها دلوقتي نقعد نتكلم عليها. تمام، ده اللي انا اركب عليه. هل معنى كده ان اي برادي اريزمي بركب لها بيس ميكر؟ اكيد لا. نقطه ان انا بركب طبعا انواع معينه، يعني مثلا ساينس براديكارديا مش هقول يلا تعال نركب بيس ميكر، لا، في ظروف معينه ممكن اركب، اذروايز معظمهم ما بيحتاجوش. لكن مثلا كومبليت هارت بلوك هركب، بس لو ريفرسبل مش هركب بيرمننت، هركب ترانزيانت مؤقت. فطبعا الانديكيشن دي قصه طويله. طبعا ايه اللي بيعمل برادي اريزميا؟ لو عايز اعمل تقسيمه كده برود كده، يا ديجنريتيف اللي هي حاجه برايمري يا سكندري. ديجنريتيف اللي هي مثلا اشهر حاجه منهم الليف ديزيز لانجر ديزيز، الحاجات دي كلها، ودي شرحناها في الاي سي جي كورس، اللي هي في الاغلب بتظهر في سن ايه؟ كبير في السن. اولد ايج اللي يبدا افكر فيه، مش هتلاقي في يونج ايج. لو يونج ايج افكر ان هو عنده مشكله، ده كونجنتال هارت بلوك وما كانش يعرف، عنده كونجنتال انومالي، عنده انفلتريتيف كارديوميوباثي زي الاميلودوزز زي الحاجات دي كلها، الساركيدوزز دي بتعمل الاي دي بلوكس، افكر في حاجه بوست اوبرتيف. تمام، لكن هو يا ديجنريتيف يا سكندري. اهم حاجه ان انا اكسكلود السكندري كوزز. ليه؟ لان لو سكندري كوزز وينفع يتصلح خلاص انا مش هركب بيرمننت، الا لو السبب عمل بيرمننت دامج زي مثلا انفيرو ستيني، لو لحيته وعملت له بيرفيوجن ده ريفرسبل وتصلح. طب لو انفيرو بقى كومبليتد بنسبه كبيره مش هيرجع، فده ساعتها ممكن بنسبه كبيره، بقول بنسبه كبيره مش 100% هيحتاج بيرمننت، لكن في معظم الاوقات وانس صلحت ريفرسبل كوز خلاص. سكندري كوز زي ايه للساينس نود ديسفانكشن؟ اول سبب لازم افكر فيه اتروجينيك. اول سؤال، اي عين عنده برادي اريزميا ان شاء الله لو شويه ساينس براديكارديا عبيطه بتاخد ادويه ايه؟ تاخد بيتا بلوكر، تاخد داندج ريكاستشن بلوكر، ديجوكسين، اميودارون، ايفابرادين، الحاجات دي كلها اسال عليها. تمام، دي كلها اسئله مهمه اسال عليها. في بقى انواع كتير اسالك فيه. كرونري ارت ديزيز، ما هي الاس ان او دي مش بتجي لها بلاد سبلاي من الار سي اي او من ال سي اكس، فطبيعي ان لو واحد عنده كرونري ار دي مأثر على الار سي اي او ال سي اكس ممكن يجي له ساينس نود ديسفانكشن. هاي فيجل تون في الاثليتس، دي حاجه فيسيولوجيكال، ان احنا عندنا هاي فيجل تون، عشان كده يقول لك دايما البرادي اريزمي امتى تبقى سيجنيفيكانت. عيان عنده برادي اريزمي هو مش اثليت، واثليت انا مش بقصد ان هو بينزل يتمشى بيمشي نص ساعه في اليوم، لا، اثليت يعني بروفيشنال اثليت. تمام، ومش اثناء السليب، لان اثناء النوم عادي ان في الهولتر اثناء النوم نلاقي ساينس براديكارديا موبس تايب 2 تلاقي الهارت تنزل الثلاثينات، طالما هو نايم ات ذا مورنينج ما عندوش مشكله ومش سيمتوماتيك خلاص. During sleep زي ما قلنا دي كلها حاجات فيسيولوجيك. الهايبوثايرويديزم في الاكستريم كونديشن، يعني حاله ميكسديما كوما، مش عايز اشرب قهوه مش مشكله، هات حاجه اشربها. هايبوثايرويديزم ماشي قلنا. الفازوفيجال سينكوب في نوع منها اسمه الكارديو انهبيتوري، سمعتوه في محاضره السينكوب، بيعمل ترانزيان كده براديكارديا وبيفك، ودي حاجه بيناين مش بنخاف منها، زي اللي في التيل تيبل كده نيجي نعمل تيل تيبل تلاقي العين مره واحده دخل في براديكارديا واسيستولي، نروح موقفين منزلين الترابيزه تلاقي العين رجع، دي حاجه بيناين بس بتبقى ايه ريتيتنج للعيان اللي بتعمله ريكارنس. الكوشنج ريفلكس، عارفين الكوشنج ريفلكس؟ ايه الكوشنج ريفلكس؟ انكريز انتركرينيال تنشن مع حالات الستروك، انتركرينيال هيموريدج، بيعمل براديكارديا و هايبر تنشن، وتبقى حاجه ترانزيا، عشان كده طبيعي في الستروك ممكن الاقي براديكارديا، بس مش ما تقوليش فيها عندكم كومبليت هارت بلوك تقول له اصل ده كوشنج ريفلكس، انا بتكلم في ساينس برادي ماشي. اسكيب ريزم والهارت ريت كويس، لو هارت ريت ضايع لا بنضطر نركب باي. سيفير هايبر كاليميا طبعا من الحاجات اللي لازم اكسكلود، لان الهايبر كاليميا تعمل اسكيب ريزم وتعمل اي في بلوكس والكلام ده. تمام، الاي في بلوكس نفس الكلام، ياتروجينيك اول حاجه اكسكلود، وخلي بالكم الاميدارون ممكن يعمل، سوري مش الاميدارون، الايفابرادين ممكن يعمل هارت بلوك، عشان ما حدش يقول ايه ازاي ده بيشتغل على فاني تشانس في اس اي نود، ثيوريتيكالي ما يعملش، بس في كيس ريبورتس على حالات اي في بلوكس مع ايفابرادين، ولما العين وقف الايفابرادين ما هو ايه اللي يثبت لك ان هو اللي عمل؟ تمبرال ريليشن شيب. يعني ايه تمبرال؟ يعني الاعراض بدات بعد ما بدا الدواء، وقفنا الدواء الاعراض ريفرست، ففي كيس ريبورتس. هل ممكن يكون في فاني تشانلز في الاي في نود بيشتغل عليها؟ الله اعلم. هل ليه ميكانيزم ثانيه احنا مش عارفينها؟ الله اعلم. بس ما حدش يقول ايه؟ لا 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 مش مشكله، ما انا سبت البركرولين ليه حضرتك دكتور ما بيعملش هارت بلوك؟ طب ما وقفتوش ليه طيب؟ ما هو في كيس ريبورتس بتشرح حاجه زي دي. تمام؟ الاميدارون طبعا انتوا عارفين الاميدارون بيعمل براديكارديا محترمه.
هو ليه نيجاتيف كرونوتروبيك وليه نيجاتيف دروموتروبيك. عارفين ايه كلمه دروموتروبيك؟ كوندكشن. يعني انتوا عارفين كلمه كرونوتروبيك على الهارت ريت، اينوتروبيك على الكونتراكتايل باور او كونتراكتيليتي، دروموتروبيك الكوندكشن. في حاجه ساعات بيسموها كمان اللي تروفيك اللي هي الريلاكسيشن. تمام. انفيرير ستيمي طبعا ده اشهر سبب اي عين هارت بلوك. رجاء اوعى تنسى، والكلام ده قلناه في الاي سي جي كورس، رجاء اوعى تنسى انك تبص على سي اليفيشن. مزد كتير جدا كتير جدا بتبقى حاله هارت بلوك، وانت ركبته وانت فرحان انك شخصت هارت بلوك وركبت الواير ما خدش بالك ان كان فيه، لان انت عين برادي، فانت مش لافته نظرك الاستي اليفيشن عين برادي كاردك. بيجي الصبح بقى يمر ويكتشف الخازوق ان العين ده طلع ايه استي اليفيشن. من غير ما تقول اسامي بس. ايه خصوصا لو وايت كومبلكس. تمام. هايبوثايرويديزم زي ما قلنا في الاكستريم كونديشن، هي مش الموست كومن قوي، خلي بالكم مش كومن قوي الهايبوثايرويديزم تعمل برادي، بس برضو لازم تشيك الثايرويد بروفايل دايما، خليها روتين عندك زي ما بنشيك البوتاسيوم الميديكيشن في ستي اليفيشن ولا لا. الثايرويد هايبركاليميا بوست اوبرتيف والبوست ابليشن مهمه جدا. لو عيان كان لسه عامل عمليه بالذات الاورتيك فالف ريبليسمنت والفي اس دي كلوجر، واحنا عارفين طبعا اورتيك فالف قريب جدا للاورتيك روت من الاي في نود، ونفس الكلام في الفي اس دي لو ساب اورتيك في اس دي، ممكن اثناء الكلوجر يحصل بوست اوبرتيف هارت لوك. في اغلب الحالات بتفك بعد اسبوع، حالات بقى بعد كده تفضل بيرمننت، بنضطر بقى ساعتها نركب بيس ميكر. ونفس الكلام في الابليشن، ساعات بيعمل حاجه زي ديت اي في ان ار تي او انتروسيبت الاكسسوار باسوي، من اشهر الاكسسوار باسويز اللي بنيجي نكويهم، ممكن العيان يبقى فيه ريسك اوف اي في بلوك. لايم ديزيز تسمعوا عنه؟ مش هنشوفه في مصر كتير، بس هو من الحاجات الامراض المشهوره اللي هي البكتيريال انفكشن بالبوريليا بوركدورفي بتعمل اي في بلوكس. فبالتالي اول تيك هوم مسج النهارده ناخد بالنا منها، ان بيرمننت بيسنج از نوت انديكيتد اف ذا برادي اريزمي ار كوزد باي ريفرسبل فاكتور. ريفرسبل فاكتورز يبقى مش هركب بيس ميكر. بنحط البيس ميكرز ازاي؟ بنحط البيس ميكرز ازاي؟ احميه الابيكارديا مش بتاعتنا، هيبقى جراح اندوكارديال بقى. انا عندي فينوس اكسس، انا بجيب الفينوس اكسس بعمل بانكشر، عن طريق البانكشر بدخل شيس اسمه البيلاوي، بدخل منه اتريال ريد وفنتريكولار ريد لو انا هركب فنتريكولار، لو الدول شامبر هركب اتريال ريد او هركب فنتريكولار ريد بس. اشهر اكسس بنستخدمه ايه؟ فيمورال. ايه ده ترانزيانت الفيمورال؟ انا بتكلم على بيرمننت. لا مش بنتكلم على ترانزيانت. انا مين دلوقتي بقى؟ احنا قلناها في النوع طبعا الموست كومن في مصر بيستخدم السبكليفيان، بس الاصح ايه؟ الاكزيلري فين والكيفاليك فين. الاكزيلري سهل مش صعب زي ما الناس متخيلها، لا الاكزيلري من الحاجات السهله. يعني شفتها في انجلترا كان يا اكزيلري يا كيفاليك، بطلوا يعملوا سبكليفيان. ليه؟ عشان السبكليفيان الريسك اوف نيوموثوراكس اعلى، وحاجه تانية ان على اللونج ران بيحصل كراشنج للليد اندر كلافيكل، العين غصب عنه اكيد بعد كده. انت بتقول اول شهر ونص ما تدفعش راسك جامد، بس خلاص هو دراعك قصدي، بس واقع الامر ان هو هيبتدي يحرك دراعه جامد. كل ده بيعمل فريكشن ما بين الليد وما بين الكلافيكل، ده ممكن على اللونج ران يعمل انسيوليشن بريك اب تو انه يعمل فراكشر في الليد كمان. كل ده بيأثر على البارامترز بتاعه الجهاز اب تو انك انت تضطر انك انت تغير السلك ذات نفسه، الليد نفسه محتاج يتغير لان خلاص هو بقى مال فانكشنينج ليد. عشان كده بيفضلوا الاكزيلري فين والكيفاليك فين. فدي الفكره ببساطه، وده اللي خلى ان البيس ميكرز ما بقتش لازم اوبن هارت او جراحه، لا ممكن تتركب بيركوتينيوس بروسيجر عادي خالص، من انا بس جبت الاكسس دخلت واير زي اللي بنعمله في الكرونريز، دخلت واير دخلت بيل اواي مع البيل اواي دخلت الليدز بتاعتي اللي انا هحطها. تمام. فده كلمه ترانس فينس، ترانس فينس عن طريق الفين او بيركوتينيوس، يعني يعتبر بيركوتينيوس. كده لو حد قال لك واحنا بيس ميكر ده يعتبر اي سيرجيكال، لا بيركوتينيوس امبلانتيشن، انت ما عملتش انت عملت بوكيت بس. طبعا بعد ما بركب الليد بحط البوكيت، بعمل بوكيت اللي هو كده عند البيكتورال فاشيا كده، واحط البطاريه اللي بوصل عليها الليدز بالمنظر ده. طبعا انا جايب الكلام ده بالوايم، يعني طبعا لو احنا بقى في محاضره امبلانتيشن هتلاقوا في محاضرات على اليوتيوب شانل بتاعت اسم القلب بتشرح الامبلانتيشن والترابل شوتنج، بس ده مش مكاننا النهارده. يعني انا مش بشرح الستيب باي ستيب ازاي نركب بيس ميكر، انا بقول لكم بس الفكره العامه. وده اندوكارديا. هيدخلك في الاخر، ما انت هتدخل في الاخر منه على النومينال فين. لو بتكلم على نورمال اناتومي يعني مثلا دخلت سابكليفيان، سابكليفيان هيوديك على ايه؟ هيجوين النومينت الانترنال جاجلر، يعمل لك النومينال فين الليفت النومينت، الليفت النومينت هيدخل على الرايت اس بي على الاس بي سي، والاس بي سي على الرايت اتريوم. البطاريه تتحط في الاخر تحت، يعني تعتبر عند البيكتورال فاشيا، انت بتعمل بوكيت عند البيكتورال فاشيا. تمام. ده الليفل اللي انت بتوصل له بتعمل عنده البوكيت، والبطاريه بتبقى محطوطه مثلا هنقول مثلا عند الفيرست او سكند سبيس، وده المكان اللي بتحط فيه واللي بتوصل بيه. فايا كان الاكسس انت هتظبط مكان البطاريه، بس هو في الاغلب هيكون في المكان البطاريه. مكان البطاريه ما بيعملش اكسس، ما فيش مشاكل،
لا انت بتحاول قد ما تقدر ان انت مكان البطاريه اولا بتبعد عن الكلافيكل، عشان كده بقول لك بنبعد عن السبكليفيان فين، واكيد مثلا مش هحطها مثلا جنب دراعه ولا هخليها مدلدله تحت، بتبقى دايما قد ما تقدر بتحاول تكون قريبه تحت الكلافيكل بمسافه بسيطه، لو بالذات لو انت جايب الاكسس اكسلري فين مثلا، وفي نفس الوقت هيكون قريب من مكان الليد اللي انت واخده، انت مش هيبقى الليد هنا وانت حاطط البطاريه شارع بعيد عنه يعني. ازاي بنحط البيسميكرز برضو السيرجيكال؟ ده الفكره العامه ان ده بيبقى سيرجيكال، انا بحط على حاجه على الايبيكارديوم، كان زمان بيتحط باتش كده على الايبيكارديوم من بره شبه الباتش بتاعت الدي سي ويتوصل عليها البطاريه، بعد كده بيبقى مجرد اللي بيبقى اتاتشد للايبيكارديال سيرفيس وبيتست البطاريه وبيركبها. في اغلب الاطفال اللي هتلاقيهم مركبين ايبيكارديا هتلاقي الايه بتاع البطاريه بتاعتها في الابدومن، مش لازم تبقى في السي تي. فده مثلا منظر اهوت، بص المنظر هنا اللي على الشمال دي اي بي، ده ايبيكارديا، بص البطاريه محطوطه فين؟ تحطهم في الابدومن عادي، ممكن تعملها كده وتوصل الليد لبره، والليد هنا هتلاقوه متوصل على بره على الابيكارديوس، لكن على الصوره اللي على اليمين ده ايه البيس ميكر ده؟ ده سي ار تي. عرفت منين انه سي ار تي؟ لان انا عندي هنا اولا عندي ثلاثه ليدز واضحين قوي، ده رايت اتريال ليد وده رايت فنتريكولار ليد واللي عامل كيرف صغير ده الكورونري ساينس ليد، وهنا هتلاقي في ثلاثه سوكتس او اللي هي السلوتس اللي هي بتبقى هنا اللي هي رايت اتريم رايت فنتريكل ليفت فنتريكل. فانت برضو البطاريه لما بتشوفها في الاكس راي، عشان من الحاجات المهمه اللي انتوا تتعلموها ان انا لما اشوف اكس راي اقدر اقول نوع البيس ميكر ده ايه، ده سنجل ده دول ده اي سي دي ده سي ار تي، الحاجات دي مهمه. فانا شايف ثلاثه سوكتس اهيت او سلوبس طالع منها ثلاثه ليدز، عندك اوبشن ثاني غير ده سي ار تي. فلو حد جاب لك الاكس راي ده قول لي رايك في اللي عندي ايه، ده مركب سي ار تي هو اللي عنده مايوباثيك، خلاص انا بدات افهم شويه داتا من الاكس راي. بس اللي جنبها الثانيه دي تعتبر نوع من الابيكارديال بيس ميكرز، تمام؟ فده منظر اللي هي الدايجرام بس يوضح الترانس فينوس بيس ميكرز فكرته ازاي والابيكارديال بيس ميكر. وده فكره ان انت اهو انت خدت الاكسس وبعدين حطيت البطاريه تحت المكان اللي انت جبت فيه الاكسس وعملت البوكيت هنا ووصلت عليه البطاريه. واضح لغايه دلوقتي الاندوكارديال والابيكارديال؟ فهمنا الفكره العامه يعني بتاعته؟ طيب ليه بنغير البطاريه بعد سيرتن بيريود؟ يعني عند فتره معينه كده مثلا 7 8 سنين بنضطر نغير البطاريه، ليه؟ هي مش هتعيش فور ايفر. اي بطاريه ليها؟ هي ليثيوم باتري. ليثيوم باتري بتبقى بيس ميكر بتبقى ليثيوم باتري ليها لايف سبان تمام من 7 ل 8 سنين، تمام؟ يطلع بس يفهم. الليثيوم باتري دي بتبقى ليها لايف سبان زي ما اتفقنا، تمام؟ لما البطاريه بتقرب على الاي ار اي، اي ار اي يعني ايه؟ مش هتلاقوا الكلمه دي مكتوبه كتير في كراسات البرمجه. الكتيف ريميننج انترفال، وساعات بتتكتب اي ار ال استيميتد ريميننج لونجيفيتي، الاختصارين دول يعني هو في الاخر فكرتها ايه؟ الكتيف ريميننج انترفال يعني خلاص اللي هو الوقت المتبقي ليها اللي عندها هبتدي اعمل الكتيف ريبليسمنت، تمام؟ ما انا مش هستنى لما البطاريه بتفضى خالص اند اوف لايف اللي بسميه اند اوف لايف اي او ال، بقول ايه الحقوا اللي عندك الفارت بلوك عشان البطاريه فضي، الحق تعالى ركب له ترانزيت واير وتعالى بقى انا بسرعه نربط له ان احنا نعمل باتري ريبليسمنت. لا الكلام ده المفروض اكون انا مرتبه من بدري، العيان في بارامترز في البرمجه ببدا اقول ايه البطاريه قربت تخلص، ابدا بقى اجهز له اجراءات قرار ان انا هجهز لاجراءات قرار تغيير بطاريه، ويجي في يوم البطاريه بتاعته لسه شغاله بس قربت تفضى عشان اغير له البطاريه، ما بنستناش لغايه ما البطاريه تشطب، تمام؟ فدي نقطه مهمه في البرمجه ان لما الدكتور اللي بيبرمج بيلاقي ان البطاريه قربت تفضى بيبدا يجهز لايه اجراءات ان العيان ده هيغير البطاريه. قول بص هو بتختلف، اولا هي احنا بنقول افريج لكن بتعتمد اكتر على ايه؟ على مدى استهلاك البطاريه. يعني مثلا لو عيان كومبليت هارت بلوك بيرزيستنت ما بيفكش ومن ساعه ما ركبت بيس ميكر هو ديبندنت على البيس ميكر، يعني الانترنسك ريز بتاعها ما بيقومش خالص، دي هتفضى بسرعه، ممكن في 6 سنين تلاقي البطاريه فضيت، تمام؟ لو عيان مثلا ركبت له بيس ميكر بس هو كان انترميتنت هارت بلوك، فساعات بيدخل في هارت بلوك كومبليت وساعات بيرجع ساينس، مش كل هارت بلوك بيبقى بيرسيستنت، ده ممكن تلاقي البطاريه تطول معايا 7 8 سنين مش عارف ايه، تمام؟ لو عيان ركبت له بطاريه ومن ساعه ما ركبت له ما ضربتش ولا مره ما شاء الله يعني ريكفرد تقريبا، يعني لو كنا استنينا عليه شويه كنا شكلناه، ده ممكن تقعد معاه 9 سنين. لو عيان ركب اي سي دي وخلال الفتره اللي كان ركب اي سي دي كذا مره يديله شوكس، الشوك دي مش هتستهلك من البطاريه، تستهلك جدا. ده في عيان يقول لك لو جاله اي سي دي ستورم مثلا ان هو مثلا يقول لك ايه انا خدت لي 20 صدمه من الجهاز يا دكتور في خلال الكام يوم دول، ممكن تكتشف البطاريه قربت تفضى، ده احنا لسه مركبينها من شهر حضرتك، حضرتك هو دخل في ستورم عنيف. عشان كده احد التارجتس ان لما عيان يجي له اي سي ستورم انك توقف الشوكس بتاعت الجهاز، مش بس ان انت تقلل السايكيك تروما والبين لان طبعا بتبقى سايكيك تروما عنيفه، لا كمان ايه البطاريه ما تفضاش، اديله اكسترنال دي سي عندي في الرعايه، ما انا كده كده الاي سي دي هيتهجز اديها له في الرعايه. دي فكره الباتري ريبليسمنت، مفيش عيان هيركب بيس ميكر ويقعد بيه فور ايفر خلاص. ولما العيان بيعمل برمجه عشان بقى المصريين بيقول لك ايه بروح كل 6 شهور يا دكتور اشحن البطاريه واروح، لا ما بتتشحنش يا بابا، ده احنا بس بنطمن ان قرايتها كويسه،
عشان بس ايه لما العيان يقول لك كده تفهمه، عشان معظم العيان يعني عشان هم يعني مثلا اي كيو قليل مثلا، فيبقى هو فاهم انه بيشحنها. لا احنا مش بنشحنها، عشان فكره انك بتحط له الواين ده على الجهاز، فهو فاهم كده شحننا البطاريه يا دكتور كده اروح بقى خلاص. لا حضرتك احنا ما شحناش يا بابا، احنا كنا بنختبرها بس بنتاكد ان البطاريه سليمه ما فيهاش اي مشاكل. اوكي حتى الان في اي اسئله؟ طيب نومنكليتشر، سمعنا عن موضوع النومنكليتشر اللي هو الفور ليتر وفي فايف ليتر كمان، بس انا قصدت اجيب لكم الفور ليتر لان الفيرست ليتر هتطلع من لخبطه شويه وما بنستخدمهاش كتير. ايه الفور ليترز بتاع البيس ميكر نومنكليتشر؟ اولا النومنكليتشر دي انا مش بقول مش بسمي نوع البيس ميكر قد ما بسمي المود اللي بيشتغل بيه. تمام؟ الجهاز اسمه سنجل شيمبر او دول شيمبر بيس ميكر او اي سي دي او سي ار تي. المود اللي بيشتغل بيه هو ده اللي عملوا له نومنكليتشر نكون متفقين عليه ويوضح بطريقه سهله كده بالحروف ان اقول له ايه العين ده عنده في في اي مود دي دي مود مش عارف ايه، ابقى انا فاهم هو يقصد ايه. اول حرف بيعبر عن ذا بيس شيمبر، يعني البيس ميكر بيبيس فين. لو قلت او يبقى نن مش بيبيس اصلا اكيد، يعني مفيش بيس ميكر يبقى اول حرف او، يعني هو انت مركبه اسمه بيس ميكر يعني هو لازم يبيس. ايه اتريوم بيبيس الاتريوم، لو في بيبيس الفنتكل، لو دي دول بيبيس الاتريوم والفين، يقدر يبيس ده ومش يقدر يبيس ده. طبعا انا ما بقولش بيبيس انه بيبيس دلوقتي حالا، لا يعني هو هي هاز ذا ابيليتي تو بيس ذا اتريوم اور ذا فنتركل او بوث على حسب المود اللي انا مظبطه. طب السكند ليتر ما كان مسجلها تطلع على اليوتيوب عشان بس ما لو انت مش عايز كده كده يعني هتتسجل. شيمبر سنس يعني هو بيسنس فين، يعني بيحس الانترنسيك سيجنال، انترنسيك يعني الانترنسيك ريزم بتاعه في انهي شيمبر. او يعني مش بيحس خالص، وده ساعات بتبقى افيلبل في بعض الموز هنقولها، مش بيحس هو بيضرب وملوش دعوه. طب في انترنسيك ليه هضرب يعني هضرب. تمام اتريوم بيحس الانترنسيك ريزم بتاع الاتريوم، في بيحس الانترنسيك ريزم بتاع الفنتركل، دو دي دول بيقدر يحس هنا ويقدر يحس هنا، بهدف انه لما يحس ما يضربش. ليه؟ ما لو عندي انترنسيك بيت اضرب ليه؟ غير انك انت هتبرولونج اللايف سبان بتاعت البطاريه لو العين لما يكون عنده انترنسيك ريزم البطاريه ما تضربش، غير كمان انه ما يحصلش بقى الكومبيتيشن بتاع الار ان تي فينومينا انه يضرب على تي ويف فندخل بقى في الفالنربل بيريود فيدخل في تورسات دو بوا والكلام ده. فده السكند ليتر. ثيرد ليتر، ثيرد ليتر ده اللي الناس كتير ما بتفهموش، ريسبونس تو بيسنج او ريسبونس تو سنسنج بقى، يعني لما بيحس السيجنال بيعمل ايه. او يعني مش هيعمل حاجه، هي مش هيعمل حاجه يعني هيضرب، وطبعا ده بيبقى خطر لو عنده انترنسيك ريزم زي ما هنقول بعد شويه. اي المنطقي انهبيتد، يعني ايه؟ يعني لحضرتك بعد اذنك لما تشوف انترنسيك بيت ما تضربش. ليه؟ لان هو عنده انترنسيك بيت، مش محتاجينك تضرب اصلا، اتفرج عليه بس كده. لما الانترنسيك بيت دي تختفي اضرب بقى ساعتها. تمام؟ تريجرد تريجرد يعني ايه بقى؟ تريجرد يعني لما هو يحس انترنسيك ريزم او انترنسيك بيت في الاتريوم يبيس الفنتركل. اللي بنسميها ايه ساعات؟ ليها اسم تاني تراكنج. يعني ايه؟ يعني هو لما الاتريال ليد، وده هتلاقوه في الدول شيمبر مش هتلاقي الكلام ده في السنجل شيمبر، يحس سيجنال في الاتريوم يحس بي ويف يروح يضرب الفنتركل، كده هو حافظ على حاجه اسمها ايه؟ اي في سينكرونيز، يسينكرونايز الاتريوم مع الفنتركل، ودي اللي هنقولها في الدول شيمبر. دي كلمه تريجرد، احس سيجنال في الاتريوم اضرب الفنتركل عشان نحافظ على السينكرونايزيشن. دي فيسيولوجيكال فينومينا بتفرق مع العيان، دول يعرف يعمل كده ويعرف يعمل كده. فور بقى تمام، دي اللي بنسميها الريت ريسبونسيفنس او ريت ادابتيف. البيس ميكرز في زمان ما كانش الاوبشن ده موجود، بقت كل البيس ميكرز دلوقتي فيها روتين، في حاجه اسمها بايزو الكتريك كريستلز. البايزو الكتريك كريستلز اللي موجوده ديت بتسنس الموشن بتاعت الجسم، بحيث ان العيان لما يتحرك يعمل مجهود. زمان كان البيس ميكر ملوش دعوه، هو انا هبيس على ريت 70، طب العيان بيجري 70، العيان نايم 70، العيان بيزعق وبيتخانق ومش عارف 70، ده فيسيولوجيكال خالص. ده ينفع لو واحد قاعد بيد ريدن في البيت يا عيني ستروك ما بيتحركش من السرير، اقصى موجود بيعمله ان هو مثلا يعمل حمام بس، لكن واحد شاب ما ينفعش، ست عجوزه بس بتتحرك في بيتها ما ينفعش. فده كان زمان الفيكسد ريت. الريت ريسبونسيفنس بيالاو فكره الايه ان الهارت ريت يزيد ويقل على حسب الايه البادي نيدز. تمام، ففي بيزك ريت مثلا 70، لكن العيان لو مشي ممكن يزيد ل 90 100، وانت بتظبط الماكسيمم يوصل لغايه ماكسيمم كده خلاص. تمام، فالحرف الرابع هتلاقوا يا اما زيرو اللي هي نان، يا اما ار اللي هي ريت ادابتيف. تمام، مفيش غير هما التو اوبشنز دول. فهمنا حتى الان كده البيزكس بتاعت النومنكليتشر. ندخل بقى في الايه في العميق شويه. انهبيتوري مود فهمنا معناه ايه، يعني ايه انهبيتوري مود؟ يعني sensing of the intrinsic beat in the chamber by the corresponding lead inhibits pacing in this chamber.
هحس انترنسك في الاتريوم فالاتريد مش هيضرب، هحس انترنسك في الفنتريكل فالفنتريكلر ريد مش هيضرب. تمام، زي في الفي في اي مود ان هو لو حس انترنسك ميت في الفنتريكل بالار في ليد هينهبت البيسنج تمبرالي خلاص. وطبعا انا مش بقول انهبت فور ايفر، ده بينهبت ايه في الوقت اللي فيه انترنسك فيت. فاهمين الكلام ده؟ تريجرد يعني ايه؟ sensing of an intrinsic beat in the atrium by the atrial leads triggers pacing in the ventricle. يعني هو لما يحس beat في الاتريوم هي trigger pacing في الventricle، وده اللي هنقوله في ال DDD mood. تمام؟ ان ال right atrial lead يحس intrinsic P wave يتريجر ان ال RV lead اضرب دلوقتي. ليه؟ عشان السينكرونيزيشن. دول الاربع terminologies اللي هنستخدمهم، الاختصارات اللي هنستخدمها يعني AS4 atrial sensing، AP for atrial pacing، VS for ventricular sensing، VP for ventricular pacing. تمام؟ بعد ده اتاخر ليه؟ قلت ليش ريكوست؟ ليه بس معلش. اوكي. طيب حتى الان في حد عنده اسئله؟ نمسك مود مود نشرحه بقى. تعالوا نمسك. احنا فهمنا النومنكليتشر يعني ايه، وفهمنا يعني ايه انهبيتوري، يعني VVI. تعالوا كده بالراحه كده عشان ايه نفوق نفسنا. VVI بالنسبه لكم تعني ايه؟ جميل قوي. يبقى هو ده هيعرف يبيس الفنتركل؟ يسنس الفنتركل؟ لو لقى ان في انترنسك سيجنال في الفنتركل هيضرب ولا مش هيضرب؟ لا هيوقف ضرب، انا عايزه كده. ده 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 100 فل و10 كده. تمام، ده في في اي. يبقى انا كده فهمت دي فكره النومنكليتشر، ان كلنا لما نسمع كلمه في في اي انا مش محتاج اقول له انت تقصد ايه، معلش حضرتك بيبيس مين وبيسنس مين والمود بتاع في في اي بيبيس فنتركل، بيسنس فنتركل. لو لقى انترنسك سيجنال هيبقى انهبيتد. طب في او او خالص، بالتالي في انهبيتوري مود. انهبيتوري ايه حضرتك؟ هو مش شايف اصلا. هو مش شايف، هو عامل زي بالظبط كده واحد اعمى وماشي. ما احترم يعني ما اقصدش طبعا مش كلامي مش كلام عنصري او حاجه، انا قصدي مثلا بس كتشبيه، وهو ماشي بغض النظر وشايف ايه هيدوس على اللي قدامه. تمام، هو ده الفكره كده. فالبيس ميكر ده معلوم كانه بلايند. تمام، ففي او او الاو الثانيه واحده دي يعني ما فيش سنسنج، الاو الثانيه يعني مفيش مود اوف ريسبونس. ما هو لو مفيش سنسنج هيحس هيمود هيرسبوند لايه؟ هو مش شايف حاجه اصلا تو ريسبوند تو. اوكي، فده بيبيس الفنتركل ريجاردلس اني انترنسك سيجنال. هبيس يعني هبيس، ده فكره الفي او او. حلو قوي. المود ده في مين؟ يعني ما عندوش انترنسك ريزم، وانا خايف ان البيس ميكر يحصل له انهبيشن بفولس سيجنال. زي ايه فولس سيجنال؟ اسمعوا حاجه ساعات يقول لك اوفر سينسينج. اوفر سينسينج يعني ايه؟ اصل البيس ميكر ده حساس زياده عن اللزوم. حساس لمين بالظبط يعني؟ هي اوفر سينسينج ده ميديكال ترمينولوجي يا شباب، بس ما مش بنالفه. بس يعني ايه اوفر سينسينج؟ يعني البيس ميكر ده من كتر ما هو سنسيتيف لو لقى مايو بوتنشال جايه من البيكتراليس ميجر ماسل هيفتكرها ايه؟ ايه ده؟ ده الفنتركل بيضرب، يلا نوقف بيسنج. حراك اسود، ده العيان ما عندوش انترنسك ريزم. لا يعني يحصل له ايه؟ كريديكارد يعني. فلو هو عنده سكيب ريزم العيان هيبقى مجرد دايخ. لو بقى ما عندوش سكيب ريزم ده ممكن يدخل في اسيستري. اوبا، دي مشكله كبيره دي. فكان زمان فكره الفي او او ان يقول لك لو انا شايف ان العيان ما عندوش انترستك ريزم خالص. يعني ايه ما عندوش انترستك ريزم؟ يعني كل مره بنيجي نعمل برمجه، والكلام ده ما بنعرفش غير البرمجه، لما اجي انزل الهارت ريت بتاع البيسميكر ل 30 الاقيه بيضرب على 30. ده كده ما عندوش خالص. اللي هو عارفين زي بتاعين ترانزيت واير، لو جيت طفيته واير تلاقي العيان بينزل اسيستولي، ده ما عندوش انترستك ريزم. لانه حصل له حاجه اسمها اوفر درايف سبريشن، رغم ان هو كان داخل لك في الاستقبال بهارت ريت 40ات. انت من كتر ما انت عامل بيسنج خلاص حصل له سبريشن. فيقول لك ايه نعمل في او او. ليه حضرتك عملت في او او؟ ده ما بيعملش سنسنج. مش مشكله، ما هو ما عندوش انترنسك ريزم. انا عايزه يبيس ريجاردلس اي حاجه عشان ما يجيش يحس ماي بوتنشال يفتكرها ايه؟ يفتكرها فنتريكولار ديبولاريزيشن، يبقى انهبيت. الكلام ده كان بيحصل اللي هو فكره انه يحس الماي بوتنشال ودي حتى بتبقى حاجات الترابل شوتنج في البرمجه اللي احنا بنشوفها. تمام، لكن مشكلته بقى لو العيان عنده انترنسك ريزم بيحصل ايه؟ ار او ان تي. يعني ايه ار او ان تي؟ يعني انا فكره البيسنج، لو البيسنج الجهاز ضرب على الكومبلكس مش مشكله، دي ابسولوت ريفراكتوري بيريود، الهارت ولا يرسبوند. في التي ويف ده بيبقى ريليتيف ريفراكتوري بيريود، وبيبقى في حاجه اسمها فولنربل بيريود. الفولنربل بيريود بيبقى الريستنج بوتنشال قريب شويه من الثريشولد، فاي سب ثريشولد ستيمولس ممكن توصله للثريشولد. ففي الوقت ده ممكن تعمل افتر ديبولاريزيشن تدخل فيه تورسات دو بوا، المحاضره اللي انتم المفروض تكونوا سمعتوها. تمام، فالفي او او خطر جدا في عيان عنده انترنسك ريزم، لكن مفيد في عيان بيس ميكر ديبند. حد فينا بيستخدم في او دلوقتي؟ احنا كالكتروفيسيولوجيست بصراحه لا، نادر ما حد يستخدم. تمام، الا في حاله واحده اللي هي ايه؟
ايه؟ لو عين داخل جراحه واحنا خايفين الكوتري، الجهاز يفتكر الكوتري على انه، طبعا الكلام ده لو المسافه بين الكوتري وبين البيسميكر بس اقل من 15 سم او 10 سم، لو انا بتعمل سيزيريان سيكشن طز يعني ده المسافه قد كده. لكن لو احنا بنشتغل قريب بتوع الاوبن هارت بالذات اه ممكن يقول لك خليهولي في او او. او في حالات الام ار اي لو انا هضطر اعمل ام ار اي لعيان، طبعا اجهزه زمان كانت ممنوعه في الام ار اي بتاعت البيس ميكرز، دلوقتي معظم البيس ميكرز بقت ام ار اي كومباتبل، بس انت لازم تتاكد ليه؟ لانك ما تعرفش عامل راكب بيس ميكر زمان ولا دلوقتي، بس اغلبيه المعظم دلوقتي بيس ميكرز الجداد بقت كلها ام ار اي كومباتبل تنفع للام ار اي. كنا زمان مع بيس ميكر مضطرين نعمل ام ار اي برين خلاص، هو لما فر نيورولوجي طالبين وده هيفرق في المانجمنت وعلى اساسه هنقرر ده في ستروك ده في هيمورج ده في كان ممكن اظبط على في او عشان الالكتروماجنتيك انترفيرنس اللي جاي من الام ار اي الجهاز ما يفتكروش ان هو انترنسك، فكنت اظبطه على في او بس بشرط ابرمج العين الاول اتاكد ما عندوش انترنسك ريزم. دي فكره الفي او خلينا لما نستخدمه عشان نبقى عارفين. ففهمنا الفرق بين في في اي وفي او او تمام. يبقى طبعا حاجه مهمه ان في الفي في اي والفي او او مفيش تراكنج للاترم، يعني مفيش سينكرونايزيشن. ليه مفيش سينكرونايزيشن؟ هو مش شايف الاتريوم اصلا، هو مش شايف الاتريوم اصلا، فبالتالي العيان ده لو هو مثلا مثال زي هنا ده ما عندوش ده اي اف ماشي مركب سنجل تشامبر بيس ميكر مفيش اي مشكله، بي بيس اهو بيطلع سبايكس وبعد كل سبايك بيكابتشر الفنتركل، هنا مفيش بي ويفز. لو شفنا مثلا في مثال تاني هنلاقي ان لو في بي ويفز هيبقى ديسوشيتد منها، وهنشوف الكلام ده بعد شويه تمام. ففي الفي في اي والفي او او ذير از نو او ذير از اي في ديسوشيشن ذير از نو تراكنج اوف ذا اتريال سيجنال. في في اي ار يعني ايه في في اي ار؟ ريت ريسبونسيف، يعني هو نفس الفي في اي بس الفرق ايه؟ انه بدل ما كان فيكسد ريت بيس ميكر بقى ريت ريسبونسيف. يعني ايه ريت ريسبونسيف؟ يعني هو هيبيس ويسنس بس والفنتريكولار بيسنج يبقى انهبيتد بالانترنسك سيجنال، ولكن الهارت ريت هيزيد ويقل نتيجه وجود حاجه اسميها بيغيزو الكتريك كريستالز الموجوده في البيس ميكر بتحس البادي موشن تمام؟ طبعا مش هيبقى مستجيب مثلا للايموشنال ستريس، لان هو مين اللي بيحس البادي موشن؟ وساعات بيحس الحاجه اسمها المينت فنتليشن. المينت فنتليشن عارفين ليه ايه؟ حاصل ضرب التايدال فوليوم في ريسبيراتوري ريت، ساعات اللي هو الحركه بتاعت التشست دي هو بيحسها، لكن مش هيحس مثلا اصل هو كان بيفكر زياده ومتوتر في الهارت ريت ضرب زرع، مش هتعرف تحس دي، لكن قمت اتحركت من مكاني اه تمام. التمبتشر في بعض المودز ممكن، بس معظمها لا، بس في بعض المودز ممكن، بس اي دونت ثينك ان معظمها تبقى كده. معظمها تعتمد على البادي موشن اكتر والمينت فنتليشن بتاعت اللنج، عشان كده لو عندك كبنك اه لو عندك كبنك ممكن تلاقي البيسنج ريت بيزيد. بايزو الكتريك كريستلز هي دي ده يعني حاجه في الفيزيكال موجوده جوه البطاريه اللي بتحس البادي موشن وبترجمها انها تزود الهارت ريت. الماكسيمم بقى انت بتظبط الريت بتاع البيس ميكر، الماكسيمم اللي يوصل له البيس ميكر انت اللي بتظبطها. يعني مثلا شاب مركب بيس ميكر على كونجيتال هارت بلوك، ده تحب تخلي الماكسيمم بتاعه لغايه كام؟ 150 160 170، ده واحد بيعمل مجهود. راجل عجوز عنده 80 سنه لا 120 130 اقصى حاجه، احنا مش عايزين نوصل ارقام عاليه قوي، ده هو مجهوده اصلا قليل. فالماكسيمم سنسور ريت بقى انت بتغيره تمام. برضه مفيش تراكنج للاتريال سيجنال. ليه؟ مفيش اتريال ليد يحس اصلا انترنسك سيجنال عشان يضرب. فبالتالي في في اي في او او والفي في اي ار مودز مش بتشوف اي اكتيفيتيز في الاتريوم، فلا هتعرف تسنس اتريوم ولا هتبيس اتريوم، وبالتالي في كومبليت اي في ديسوسيشن شبه بالظبط العيان اللي عنده كومبليت هارت بلوك. فلو شفنا الاي سي جي ده مثلا ايه اللي موجود فيه؟ في بيسنج وكابتشرنج، ومش شرط اشوف سبايكس، هنقول الكلام ده في يونيبولر وبايبولر، مش شرط اشوف سبايك. حد يقول لك ايه مش مركب بيس ميكر، انت عرفت منين؟ ما فيش سبايكس. هتلاقي نايب البطنه بقى، لو نايب بطنه شاطر يقول لك طب ما حضرتك عادي ما هيش سبايك، هو كل مش كل بيس ميكر بنشوف فيه سبايكس ماشي. بس ايه ملحوظ غير ان هو بيسنج وكابتشرنج الفنتركل وعامل وايد كومبلكس؟ لا مش بتكلم، لا مش هنتخ مش هنوصل لمرحله انهي بيسنج، هو رايت فنتركلر بيس. احنا بنتكلم انه مش بنتكلم في سي ار تي، احنا بنتكلم في السنجل شيمبر اللي عادي في ايفي ديسوسيشن. بص البي ويفز، بصوا على الستريب، الستريب اللي تحت بي ويفز سينكرونايزد مع الفنتركل، ده مره تيجي قبل ومره تيجي بعد، لو مشيت بورقه هتلاقي، ومره تيجي على تي ويف ده ديسوشيتد شبه بالظبط عيان كومبليت هارت بلوك، بس الفرق بقى ان هو بيز الحمد لله. العين ده يشتكي من ايه؟ بيس ميكر سندروم. يعني ايه بيس ميكر سندروم بقى؟ بيحس اولا ان هو في ديزنس ولايت هيدنس والاكسرسايز انترنس، لان السنكرون اللوس اوف سنكرونايزيشن ده مش مجرد بس ان هو بيحس يعني النودنج اللي في النك اللي بيحصل نتيجه ان ساعات بيحصل حاجه اسمها كانون اي ويف. عارفين الكانون اي ويف؟
ان لو الاتريم جه كونتراكت رايت اتريم اجينست كلوزد تراكاسبيد فالف بيعمل حاجه اسمها في السنترال فينس بريشر مونيتورنج اي ويف تبقى عامله زي الكانون. كانون يعني مدفع تمام. فدي اسمها كانون ايه بتعمل زي نودنج في النك تمام. لا هو مش هيعمل مش دي بس مشكلته. مشكلته كمان ان ده بيخلي الفيلنج بتاع الفنتركل بيبقى فيه مشكله. يعني ممكن في وقت احنا معتمدين ان الاتريال كيك بتفضي 25% من الدم اللي يوصل للفنتركل في الدايستول, لا ده ما حصلش ليه لما الاتريم دي كونتراكت لاتراكاسبيد فالف مقفول. فده بيعمل لك اعراض تخلي ان العيان مش هيقول لك ديسنيا اور سوبنيا ورايت سايد فيلير, لا مش الدرجات دي. بس العيان يبتدي يشتكي من ايه, ان هو بيحس دايما باحساس ايه, انا مش مظبوط انا دايخ يا دكتور. يا دكتور اه الحمد لله اتحسنت عن الاول بس مجهودي برده مش حلو. دي مشكله اللوس اوف سينكرون. غير بقى مشكله الكانون اي ويف, انك لو جيت تبص على رقبه عيان مركب سنجل شيمبر بيس ميكر هتلاقي منظر الكانون, وتلاقي منظر واحده كده تلاقي النيك فينز انجورج تقوله فصادا كده والديفليت تاني تمام. فدي المشكله. هنا مثلا بقى عيان مركب بيس ميكر برده سنجل شيمبر وعامل في في اي مود, بس هنا في ايه بقى ريتروجريد اي في كوندكشن. ساعات تحصل اه في بعض الاوقات لو الاس اي نود مش شد حيلها قوي عند العيان ده ممكن تلاقي في ريتروجريد كوندكشن. عرفنا مين انها ريتروجريد, نيجاتيف في الانفيريور اللي جاي بعد الكومبلكس ونيجاتيف في الانفيريور ليد. ما هي الانفيريور المفروض تبقى بوزيتيف, فدي بتبقى نيجاتيف في الانفيريور ليد فاقول دي ريتروجريد. ده ساعات بيحصل تمام. قول لا هي مالهاش دعوه بالبوزيشن قد ما بتعتمد على فكره ان هو لو الاس اي نود ريت سريع مش هتلاقي المنظر ده لان الاس اي نود اصلا يعني هي اللي بتبيس الاتريوم. لكن لو الاس اي نود البيسنج ريت بتاعها ابطا شويه فممكن الريتروجريد كوندكشن يبريدومينيت الاس اي نود. فهي ما بتعتمدش على المكان البيسنج, وبتعتمد كمان هو عنده ريتروجريد اي في كوندكشن ولا لا. مش كل في كومبليت هارت بلوك يكون عنده ريتروجريد اي في كوندكشن, مش اجينست على فكره ان ممكن يكون عنده كومبليت هارت بلوك يجي له ريتروجريد وفي واحد ما عندوش. فهي تعتمد على في ريتروجريد اي في كوندكشن ولا لا. بس انا بقول المنظر ده عشان لو شفتوه ما تستغربوش. ممكن يبقى سنجل شيمبر العادي الاقي اي في ديسوسيشن وممكن الاقي ريتروجريد كوندكشن. فهمنا الفي في اي والفي او او والفي في اي ار. هو كده كده بيبيس, لكن لو لقى انترنسيك سيجنال هو حسها البيسنج هيبقى انهبيتد. انهبيتد للفتره اللي شاف فيها الانتر, يعني شاف سيجنال واحده انترنسيك بيت مش هيضرب في اللقطه دي, بعدين رجع تاني انترنسيك بيت اختفت هيضرب بعديه. طب لقى انترنسيك بيت مستمره لمده خمس دقائق, خمس دقائق هو مش هيعمل حاجه, هو بيتفرج بس واقف مشاهد. وانس الانترنسيك ريذم يختفي هيبتدي هو يبيس. دي فكره اللي هو بيس وسيب. مش فكره مين بيجي قبل مين قد ما نقطه بس ان هو لو لقى انترنسيك بيت هو مش هيعمل. وده الفيسيولوجيكال ده اللي احنا عايزينه, ده المنطق اللي انا بركب عليه بسمك. AAI مش هيضرب. طب بيشوف الفنتركل خالص, هو هيبيس ويسنس الاتريوم. و اتريال بيسنج ان ذا سيم شيمبر از انهبيتد باي انترنسيك اتريال سيجنال. فهو هنا بصوا الاس جي ده كده منظره عامل ايه, اتريال بيسنج بس الفنتركل نارو كومبلكس بدا مش بيسنج ده فينتريكولار ايه اتريال بيسنج وسنسنج لفين. يعني هو مشكله اللي عندك كانت في ايه, في الاس اي نود هو الاس اي نود بطيئه فركبنا اتريال ليد يبيس الاتريوم لكن الايف نود بتاعته سليمه. فده فكره الاي اي اي مود. فزمان زمان قوي كان فيه في البيس ميكرز اوبشن ان يكون سلكه اتريوم فقط, يعني هي بطاريه معموله بسلوت واحده للرايت اتريوم. لكن هل في ليه في الفنتركل؟ لا طبعا بقى نادره ما بتحصل. ليه نادره ما نركب اي اي؟ واعتقد حتى لو اسالت الشركات يقول لك مش موجود دلوقتي قوي. ليه؟ بتبقى في الاغلب كومن ان يبقى سوب اي في بلوك. انا ما اعرفش برسنتج قد ايه عشان ما حدش يقول لي مثلا نسبه قد ايه, بس انت كواحد مثلا انا دلوقتي دكتور اي في وقررت اركب للعين عنده ساينس نود ديسفانكشن وهو سنه مثلا فوق ال 70, كتير من العينين دول فيما بعد بيجيلهم اي بي بلوكس. فعشان تركب له دلوقتي اي 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 ركبت له سنجل شيمبر بيس ميكر في الاتريوم ودخل بقى في هارت بلوك, هتعمل ايه؟ هتقول له بعد اذنك بقى تعالى نعمل لك ابجريدنج, بنسميه كده ابجريدنج تو ادوال شيمبر بيس ميكر. طب اكمل الاول, ما اكمل الاول يا دكتور كنت ركبته لي من الاول بدل ما نقعد نفتح كذا مره. لان خلي بالكم مش موضوع بس انك بتتعب العيان, انت كل مره بتفتح فيها بيزيد الريسك اوف انفكشن. عشان كده لما تبقى داخل اوضه القسطره كده وانت فرحان بنفسك بالسكراب وتلاقي الاوبريتور بيطردك بره عشان انت مش لابس ماسك ومش طاقم, هو عنده حق. الكرونريز والحاجات دي كلها نادره ما بيحصل فيها انفكشن, لكن البيس ميكر لا حضرتك ده مش بانكشر, ده انت فاتح بوكيت. يعني نفس الاوبريتور والاسيستنت والكلام ده كله لو حد فيهم تعقيمه مش مظبوط فعلا في ريسك انفكشن. وانتوا بتشوفوا, شفتوا كان العين كان في انترميديت كان عنده باس خارج من الووند
فالبيس ميك وعشان كده حتى الجايد لاينز بتاعت الانفكتيف اندوكاردايتس 2015 عامله سيكشن لوحده للايه كاردياك ديفايس انفكتيف ريليتد انفكشن اللي هو بيسميه كاردياك ديفايس ريليتد انفكتيف اندوكاردايتس من كتر ما الانفكشن عن بيس ميك هيرول ومش في مصر بس في مصر وبره مصر يعني شفت في انجلترا كتير حالات كتير جايين بانفكشن على البطاريه حاجه مش بس فكره ان احنا عشان احنا ديفلوبينج كانتري عندنا انفكشن بره ما عندهمش لا عشان كده فكره الانفكشن كنترول في البيس ميكرز ده بيفرق فبقى نادرا ما هتلاقي حد مركب اي او بس هو المود اللي بتبقى عارفه خلاص تمام ده منظر اتريال بيسنج اهو سبايك بيضرب الاتريوم وبعدين بيمشي مع الفنتريك العادي مش في الاي في نود اللي تحت دي ايه بقى فنتريكولار بيسنج في سبايك مش شرط نشوف السبايك زي ما اتفقنا وراها وايد كومبلكس فهمنا فكره الاي اي ونادرا ما هنشوف بس انا بقول عشان لو قريته ما تصدق ايه يعني ايه اي وفي حاجه اسمها بيسميكا في الاتريال اه زمان كان بيستخدم طب امال ليه كان يقول لك سلكه واحده في الاتريوم في كونسبت كده في البيسميكر كل ما نزود عدد الليدز كل ما البروسيجر تايم هيزيد فالريسك اوف انفكشن ازيد وكمان الكومبليكيشنز ازيد يعني لما احط سلكه واحده غير لما احط سلكتين غير لما احط ثلاث سلوك كل ما احط سلك زياده البروسيجر تايم هيطول فانت في وقت اطول فاتح البوكت وفي كومبليكيشنز اكتر ما انت ممكن انت بتحط الاتريال ليد لو عيان اولد ايج جدا مثلا فوق 80 سنه ممكن تعمل بيرفوريشن بالرايت اتريال ليد تمام انت بتزود الريسك اوف تي ار ما انت لما يبقى سلك واحد معدي من الترايكاسبيد فالف المالكوابتيشن بسيط قوي غير لما تحط الثلاث سلوك او ثلاث سلوك فكان زمان الكونسبت يقول لك ايه نقلل عدد الليدز قد ما نقدر بس زي ما اتفقنا ما بقاش بيستخدم دي 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 اكتر مو بنسمع عنه كتير ها نمسك واحده بيبيس الاتريوم والفنتركل ويقدر يحس الاتريوم والفنتركل عنده انهبيتوري مود ان هو لو لقى انترنسك سيجنال في الكورسبوندينج شامبر هيبقى انهبيتد وعنده تريجرد مود اللي بيحافظ على السينكوري ده احلى مود بقى يا سلام ده انت كده عملت كل الحاجات اللي انت عايزها انا كده بعمل دوال بيسنج وسنسنج فيقدر يبيس ويسنس بوث اتريوم وفنتركل pacing is the same chamber is inhibited by presence of intrinsic signal in the corresponding chamber وبي تراك الاتريال سيجنال وي تريجر بيسنج في الفنتركل at the same rate منظر ECG ده نقول عليه ايه قولوا لي رايكم ده ستريب طبعا انا مش جايب لكم 12 ليد ECG ستريب وايه الستريب ده رايك فيه ايه هو عنده ليد بلوك يعني في اتريال اكتيفيتي بس وبي بي ما مش عنده هيت بي بلوك اصل انت مش شايف البيزك بتاعه عشان تقول اي في بلوك يعني انت بتشوف دي ما تقولش عنده في بلوك قول لي انا شايف ايه بيسنس الاتريوم يعني دي نيتف بي ويف ويبيس الفنتركل سبايك وراها يبقى ده بنسميه ايه اتريال سينسينج فنتريكولار بيسينج تمام اي اس في بي عشان ما تلاقي كلمه اي اس في بي ما تقولش يعني ايه اس في بي اي اس يعني بيسنس الاتريوم في بي بيبيس الفنتركل خلاص تمام هو هنا مش بيستنى يشوف الويف دي بتاعته ايوه ما صح ما عشان كده الفكره لو لقى انترنسك فنتريكولار سيجنال ظهرت هو مش هيبيس الفنتركل هو مستني هو لقى انترنسك اتريال سيجنال فهو جاله تايم ان بعد تايم انترفال معين ما خلينا ده برضو بيقلب ليها ارقام في حاجه اسمها اي في انترفال انا بظبطها في الجهاز بعد مثلا 120 ملي سكند هتضرب اول ما تلاقي انتر سيجنال احسب 120 ملي سكند واضرب الفنتر طب قبل 120 ملي سكند الاي في نود شدت حيلها وحصل فيها انترنسك كوندكشن فظهر فنتريكولار ديبولاريزيشن هيعمل ايه انا واخد تعليمات ما اضربش ليه لانه حس انترنسك سيجنال قبل الاي في انترفال هو مظبوط عليه لو جت بقى بعد 120 خلاص هو ضرب خلاص والهارت مش هيضرب لو لقى بيس بي في الاغلب بيدخل في ريفراكتوري بيريد مش هيضرب فالفكره هو بيظبط على تايم انترفال معين لو قبل التايم انترفال ده ما يخلص لقى انترنسك بيت هو هيمتنع ان هو يضرب ده فكره الدي دي دي عشان كده هم ثلاث حروف دي 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 يعني الانهبيتوري مود برده شغال تمام فده كده اتريال سينسنج فنتريكولار بيسنج هو البيسنج لا سنجل شوت لا هو بيبيس الرايت فنتريكل احنا في البرادي بيس ميكرز بنبيس من الرايت فنتركل مش من الليفت فنتركل معظم الحالات وايت لا انت ما تعرفش ده ليفت ولا رايت انا ما قلتلكش اني ليد انا جبت لك ستريب انا اجيب لك ستريب بس احكم على الريزم تمام يعني انا هنا يعني طبعا انت في العين هتشوف 12 ليد بس انا هنا هدفي اركز على الريزم بس انك ما تقعدش تشغل بالك بالحاجات الثانيه بص كومبلكس هنا عامله ازاي انا عايزك بس تشوف الانلايز الريزم بالتالي الجهاز ده المود ده بقى يقدر يديليفر اتريال سينسنج فنتركلر بيسنج يعني عيان عنده اي في بلوك بس الاس نود سليمه هيسنس الاتريوم لان الاس نود سليمه ويبيس الفيب ممكن يعمل اتريال بيسنج فنتريكولار سينسنج شبه الاي اي كده بالظبط لو عنده ساينس نود ديس فانكشن بس الاي في نود سليمه هيبيس الاتريوم لان الاس نود بعافيه شويه ويسنس الفنتريكل لان الاي في نود شغاله ويقدر يعمل اتريال بيسنج فنتريكولار بيسنج لو العيان مضروب الاثنين ساينس نود ديس فانكشن باي في بلوك
اتريال بيسنج فنتريكولار بيسنج، يعرف يعمل ده ويعمل ده. فمثلا المنظر ده ايه؟ فكره بيس مفهومه. المنظر ده ايه؟ الصوره مش حلوه شويه. بيبيس الاتريوم عشان عنده سنس نودس فانكشن، بس بيسنس الفنتريك ليه؟ لان الايفنود هنا بقى. ساعتها هو لقى ان البي ويف، هو ضرب البي ويف مستني يضرب الفنتريك عشان السينكري. اه بس الايفنود اشتغلت على فكره والانترنسيك كوندكشن مشي، فالفنتريكولار سيجنال، الفنتريكولار سيجنال ظهر فيه انترنسيك، خلاص انا مش هحرك. وممكن يعمل المنظر ده اللي هو اتريال بيسنج فنتريكولار بيسنج. واضحه؟ فيها اي مشكله؟ فالدي دي دي مود allows AV synchrony so it is considered to be more physiological. في حد عنده شك ان العين الارك دي دي هيبقى مستريح اكتر عن عيان الفي في اي؟ طبعا سيمتوم وايز العين ده هيفرق، والعيان ده لما بيركب دي دي لو هو كان مركب دي في اي يقول لك يا دكتور لا يا دكتور انت لما ركبت لي السلكه الثانيه، العين ده بيقول لك السلكه عشان كده بنقول ان احنا في الاي في نقعد يقول لك ايه سلكه زياده مش عارف ايه، من ساعه ما ركبت لي الجهاز الثنائي ده وحطيت لي سلكه زياده يا دكتور لا انا فرقت جدا عن الاول. تمام. والبيشنتس بقى اللي عندهم بيرمننت اي اف، يعني ايه بيرمننت اي اف؟ لا مش مجرد persistent، لا ما لهاش دعوه بالسنه، ما لهاش دعوه بالسنه، ما لهاش دعوه بالديوريشن. لا اي اف اكسبتد باي دكتور اند بيشنت، يعني العيان ده احنا مش هنعمل فيه كارديوفيرجن ولا ابليشن، احنا هنسيبه اي اف زي ما هو. اللي هو في الاغلب عيان عملنا له كذا ترايل كارديوفيرجن او كذا ترايل ابليشن وفين، او عيان انت من الاول قررت ان انا مش هعمل له حاجه، يعني مثلا لقيت عيانه عندها حاجه و70 سنه جايه بتنهج، جيت اعمل لها اي سي جي اي اف، طب تعالي يا ماما اعمل لك ايكو جايز نعمل كارديوفيرجن، لقيت عندها سيفير مايتر سنوزز وست يا عيني عارفه من زمان وخايفه تعمل العمليه عشان ولادها، وعارف عندك قصه المأساويه بتاعت مصر، خفت يا دكتور اعمل العمليه راح سنموت وانا عندي اربع عيال مين اللي هيربيهم، سابت نفسها لغايه 60 سنه جايه بقى رايت اترم حاجه و50 مللي بشع بشع، رايت اترم بطيخه مغطي على كل الهارت ليفت اترم اسف وبارنا هايبرتنشن، ان السيد دي ما حدش هيراقب لها، ما فيش جراح هيمد ايده عليها ولا هيراقب المايك، هل انت هتقول هعمل لها كارديوفيرجن؟ خلاص حضرتك الاترم بقى فايبروزد ريمودلنج بشع. دي صوره عايزها بيرمننت اف. بصي حاجه بقى انتي كواجيليشن عشان ما يجيلهاش ستروك، ريك كنترول بس مش هعمل لازم اعمل بيرمننت. فالبيرمننت مالهاش دعوه بالديوريشن قد ما ليها دعوه بقرارك انت. فلو عين بيرمننت اي اف وجنبه هارت بلوك، تركب له سنجل شيمبر ولا دول شيمبر؟ هو هيستفيد حاجه من ان انا اركب له دي دي دي؟ خالص. لو باروكسيزمال ممكن. ليه؟ بيبقى في حاجه اسمها مود سويتش، مش هنخوض فيها قوي عشان دي تفصيله كبيره في البرمجه، ان هو لما يكون في ساينس ريزم في تراكنج دي 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 عادي، لما يقلب اي اف بيلوز التراكنج ويشتغل على الفنتركل بس. فعيان البيرمننت اي اف مش هنركب له دول شيمبر لو هو بيرمننت، بيرمننت يعني خلاص احنا مش هيرجع ساينس ومش هناخد فيه ترايل انه يرجع ساينس. دي او او سنسنج يا راجل يا راجل، مفيش سنسنج وبقى مفيش سنسنج مفيش مود اوف ريسبونس، يعني ده هيبيس الاتريوم ويبيس الفنتركل ريجاردلس اني انترنسيك سيجنال. نفس الكلام ينفع في عيان بيس ميكر ديبندنس ما عندوش انترنسيك ريزم، انا مدخله عمليات والكوتري نفس القصه. فلو هو كان مركب مثلا في في اي وانا مدخله عمليه والكوتري قريب من مكان البوكت، ممكن ساعتها الدكتور يقرر ان لو ما عندوش انترنسيك انا هقلبه في او او. طب لو هو كان دي 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 اقلبه دي او او، فبيتعمل في اكسبشنال كيسز خلاص. فالدي او او برضو حاله اكسبشنال مش قاعده بركبه. يبقى ما ننساش ايه؟ في او او ودي او او بيستخدموا فقط في عيانين بيس ميكر ديبندنت ما عندوش انترنسيك ريزم، لكن لو عنده انترنسيك ريزم اياك تعمله اياك. وانتوا على المستوى ده ما تفكرش فيه، اللي يفكر فيه مين؟ حد الكتروفيسيولوجيست هو شايف ان العيان ده اه انا هعمل له كذا عشان هو ما عندوش انترنسيك ريزم، وانا قراري ان فعلا العيان ده في الوقت ده مش هيتضرر. لكن انت من نفسك تقول انا هبرمج على في او او دي او؟ لا. حتى ترانزيانت واير بيبقى متظبط على ايه؟ الترانزيانت واير بتاعي المود بتاعه ايه؟ حد يعرف؟ التمبري بيس ميكر في في اي، هو بيبيس الفنتركل بيعرف يسنس عشان كده المفروض الواير يحس ماشي، ولما بيحس بيبقى انهبيتد. فانت لو قلت لك الواير بتاعك ده متظبط على مود ايه؟ في في اي يا دكتور. في اوبشن في ترانزيانت واير انك تعمل في او او على فكره، الاوبشن ده موجود تلغي السنسنج. لو ليه؟ لو انت شايف ان هو بيحصل له يعني انهبيشن بفول سيجنال ماي بوتنشلز او حاجه، فتقول ايه او بحركه العيان، فانا بخاف ان عندي اول ما الواير بيفاول بينزل. فعاد بعض الايه لو حد سينيور شويه يقول لك ايه انا هعمله في او، بس طبعا الاصح انك بتري بوزيشن تمام. طبعا في او او دي او اكستريملي هازاردس في البيشنت اللي عندهم انترنسيك ريزم، لانه ممكن يعمل ار 1 تي. طيب قبل ما ندخل في دي دي ار، هو اللي مركب بيس ميكر على اللونج رام بيحصل له اي مشاكل في الهارت؟ بيحصل له ايه؟ ليه بقى؟
مش احنا بنقول السي ار تي بنعمله عشان ريسنكرونايز الليفت والرايت فينتريكل، لان العنين المايوباثيك الليفت بيتاخر عن الرايت لما يكون عنده ليفت باندل، ولو عنده ليفت باندل برانش بلوك الرايت فينتريكل يبقى دي بولارايز الاول يليه ليفت فينتريكل. تمام؟ فبريسنكرونايز بالك بقى ان انت اللي عملت له الديسنكروني بنفسك. هو انت لما احط رايت ليد في الرايت فينتريكل هتقيس مين الاول ثم يبقى انت بتانديوس، انا اللي بانديوس الديسنكروني. فعلى اللونج ران بتوع البيس ميكرز ممكن يدخلوا في ال في ديسفانكشن. فلو عيان مركب بيسميكر من زمان ولقيت عنده الايكو ال في ديسفانكشن، احد الديفرنشال دايجنوزس يعني انا هحط ديفرنشال اسكيميك هارت ديزيز مش ان هو ايه بيسينج انديوست ال في ديسفانكشن، عادي خالص بنشوفها وفيري كومن. وبقى خلاص زمان كنا نقول ايه كان بتقال كده بعض الاستاف يقول لنا وانا نايب مثلا يقول لي إيه؟ على فكره ساعات بيعمل كذا كذا كذا. لا دلوقتي بقت سوليد خلاص، في ترايلز اثبتت الاسوسيشن ما بين اللونج ستاندنج ار في بيسينج وال ال في ديسفانكشن. دي 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 ار هيبيس ويسنس الاترم والفنتر، وهيحس لما يحس انترنسك سيجنال في الاترم الاتر ليد يبقى انهبيتد، يحس انترنسك ليد في الفنتركل الفنتركل يبقى انهبيتد، وهيتراك الاترم عشان يحافظ على اي في سينكروني. تمام؟ طب ايه الزياده يعني؟ حطيت ريت ريسبونسبلس. تمام؟ الهارت ريت يزيد ويقل بالبادي موشنز ريت ريسبونسبلس. ده بقى بيجي لنا سؤال انا سالته انا نايب جونيور مره كانت متعقه مع دكتوره هيام دمنهوري مره، فبسالها بقول لها ايه طب حضرتك ليه ريت ريسبونسبلس مع دي دي دي؟ ما هو حضرتك هيحس الاس اي نود والاس اي نود بتريسبوند للايه للفيسيولوجيكال نيدز. يعني مثلا انا لو انا طبيعي لو قمت اتحركت جريت الاس اي نود هتسرع في سمباثيك وباراسمباثيك انرفيشن، فهو لو عنده هارت بلوك حضرتك مش محتاج ريت ريسبونسبلس. فاول رد هتقول ايه في عنده ساينس نود ديسفانكشن الاس نود هتاكسلريت وديسلريت مع البادي نيدز. ده هو اصلا مشكله الساينس نود ديسفانكشن ان ممكن يبقى هو عند البيز لاين مثلا ممشي نفسه يجي يتحرك يقول لك يا دكتور انا طول ما انا قاعد كويس اللي هو كرونوتروبيك انكومتنس اللي هو مثلا الهارت ريت في البيز لاين 50. طب هو 50 ده الحاج ده وهو قاعد هادي الهارت ريت 50 ساينس برادي بتشيك من حاجه يا حاج؟ ابدا عمرك اغمى عليك وانت قاعد خالص انا زي الفل، بس اقوم ادخل الحمام يا دكتور احس ان انا دايخ ومهبط وقع على الارض يعني بتنهج يعني لا مش بنهج يا دكتور بدوخ بدوخ بحس ان الدنيا ان انا الدنيا هتسود وقع. لما اقعد ابقى كويس الاقي الهارت بتاعه خمسينات اقول له طب تيجي نجري على المشايه كده لو هو يقدر يجري يعني ركبه تسمح، الاقي الهارت ما بيزيدش غير يا دوبك 70. ايه ده جري على المشايه وهارت اقصاها 70؟ ده عنده ساينس نود ديسفانكشن. يبقى ده يحتاج ايه ريت ريسبونسبنس. يبقى لو سالنا نفسنا انا ليه محتاج ريت ريسبونسبنس لو انا عندي اتريال ليد بيسنس الاس اي نود والاس اي نود زي الفل، هقول له حضرتك لو عنده ساينس نود ديسفانكشن يبقى هو محتاج ريت ريسبونسبنس، لان العيان ده لو هو دي دي فقط هيبقى قاعد بيتحرك الهارت ريت بيزيد يا دوبك حاجه بسيطه، لكن لو حطيت له ريت ريسبونسبنس هتحسن. عشان كده كل البيس ميكرز دلوقتي سواء سنجل شيمبر او دول شيمبر بقى فيها ريت ريسبونسبنس. بتوع زمان كان يقول لك ايه في في ريت ريسبونسبنس؟ لا ما فيهوش، ده في في اي بس بتاع الشركه يقول لك ده في في اي بس يا دكتور. لو ريت ريسبونسبنس يبقى اغلى شويه. وكنا ساعات زمان قوي يقول لك ايه نركب الفي في اي للاولد ايج لو طفل او شاب خليه في في اي ار. لا خلاص بقى معظم الاجهزه اللي بتتصنع دلوقتي الريت ريسبونس موجود فيها. فبالتالي ما ننساش الريت ريسبونسبنس في الفي دي اي ار والدي دي دي ار بيالاو فيسيولوجيكال ادابتيشن اوف ذا هارت ريت وذ فيسيولوجيكال نيد. فطبعا لو قلت لك مين احسن في في اي ار ولا في في اي؟ طب مين احسن دي 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 ار ولا دي دي دي؟ دي 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 ار بالذات لو عنده ساينس نود. لو ما عندوش ساينس نود مش هتفرق، لو عنده هتفرق. طب مين احسن دي 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 ولا في في اي؟ دي دي طبعا. طب دي 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 ولا في في اي ار؟ ده سالته انا مره وانا نايب جونيور. يعني نمسك واحده واحده، مين الاحسن في في اي ار ولا في في اي؟ في في اي من انا بقول سؤال حد رد في اجابه ثانيه خالص. في في اي ار يعني لو قلت لك اختار اختار مين الاحسن اركب لك في في اي ولا في في اي ار؟ في في اي ار. طب دي 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 ولا دي 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 ار؟ دي دي ار بالذات لو عنده ساينس نود فانكشن. لو ما عندوش ساينس نود فانكشن مش هتفرق كتير. طب في في اي ولا دي دي دي؟ طبعا دي دي دي. لا مش هنعتبره ساينس مش اي اف عشان اي في سينكروني. طبعا اي في سينكروني دي حاجه كروشال جدا في الهارت. طب في في اي ار ولا دي دي دي؟ مره سالت سؤال ده نايف جونيور كان دكتور مختار مصطفى هو كونسلتنت في انجلترا دلوقتي. قلت له طب قلت له ما في في اي ار ايه مشكله؟ ما في في اي ار عنده ريت ريسبونسنس. قال لي يا حبيبي مش مشكله ريسبونس اي في سينكروني، انت بتلوز الاي في سينكروني في 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 اي ار. يعني يا فرحتي ان انت عندك ريت ريسبونسنس والهارت بيزيد ويقل مع البادي نيدز بس ما عندكش اي في سينكروني. فطبعا لو هنقول بقى مين الموست فيسيولوجيكال فيهم على الاطلاق الدي دي دي ار.
واضحه لغايه دلوقتي؟ ماشيين مع بعض ستيب باي ستيب. دي دي اي الرخامه دي بقى بيبيس الاترم والفنتركل ويسنس الاترم والفنتركل. تمام طب حد بقى تاني عشان هو عدلت العمارة اللي فاتت. انهبيتوري مود ومفهوش تريجرد مود. مفهوش تريجرد مود بمعنى ايه؟ ان هو هيبس ويسنس الاتريم والفنتركل وهيعرف يبقى انهبيتد لو لقى انترنسل سيجنال بس ما عندوش تراكينج اللي هو تريجرد مود. طب ليه طيب يعني؟ يعني انت بتبس وتسنس الاتريم وتقدر تسنس بس وتسنس الاتريم والفنتركل ولغيت التراكينج؟ هقول لك لا، ما هو انا ساعات بحتاج الغيه. ليه احتاج الغيه؟ افرض العيان عنده فيري هاي اتر ريت. ليه عنده فيري هاي اتر ريت؟ دخل في اف، دخل في اتر تاكيكاردي، دخل في فلاتر. الهارت ريت بقى الاتر فلاتر الهارت ريت بيبقى كام؟ 300. عشان كده الفلاتر 221 بتلاقي هارت ريت 150 بتاع الفنت. الاي اف من 400 ل 600. هتراك الهارت ريت ده كله ان شاء الله، اضرب الفنتكل على 300 في اتر فلاتر، ده العيان هيطب ساكت ان شاء الله. تمام؟ يبقى ساعتها دول شيمبر بيس ميكر انا عايز امنع تراكنج لهاي اتر ريت عن طريق حاجه اسمها مود سويتش. فالمود ده انت مش بيبقى العيان متركب عليه من البدايه، هو بيكون دي 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 بس بيبقى واخد تعليمات انه لو لقى الاتر ريت زاد عن رقم معين 180 مثلا يعمل حاجه اسمها مود سويتش فيقلب دي دي اي. يعني هو هيشوف الاتريم اشتغل مع نفسك وشايفه وبيسنس بس مش بيترج. ليه؟ هو واخد تعليمات الاتر متجنن ما تستجيبش ليه دلوقتي. طب لو الاتر فلاتر دي فكت او الاف دي فكت نرجع تاني دي دي دي. يبقى دي 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 اي هو اكسبشنال مود في حالات عيان مركب دول شيمبر بيس ميكر دخل في اتريال تاكي اريزمي. لكن هو بيبقى البيزك بتاعه ايه؟ دي دي دي. تمام؟ في دي دي ده اخر مود بقى عشان خاطر ايه احنا عارف هنجنى من المودز. ها يعني هو في الانهبيشن ان هو بيبقى انهبيت بالانترنسك سيجنال بس ما فيهوش تريجر ما فيهوش تراكنج للاتريم فما فيهوش سينكروني. طب ليه لوز سينكروني؟ لو في اتريال تاكي اريزميا ما فيش منطق ان الاتريم بيضرب عليه 300 قول له اضرب الفنتريك عليه 300. ده مش فيسيولوجيكال خالص، ده اللي هيبقى شوكد. بيحس الاتريم بس هو لا الاتريال ريت. في حاجه اوبشن في البيس ميكر اسمه مود سويتش. مود سويتش يعني ايه؟ يعني لما تلاقي الاتريال ريت يزيد عن رقم معين انت اللي بتظبطه عليه 180 مثلا زي ما قلت لك فور اكزامبل. يبقى فوق ال 180 اتفرج على الاتريم ودونت ريسبوند دونت تراك الاتريم. ماشي؟ عارف بالظبط كده ايه؟ اخوك الكبير بص يا حبيبي بيعمل ايه؟ بيتجنن وبيتشقى. شوفوا كده يا حبيبي وما تقلدوش. نفس الكلام. فهو بيلوز التراكنج انترميتنت في وقت الاتر تاكيريزم. لما التاكيريزم دي تفك نرجع زي الاول. في دي دي مود ما بقاش بيستخدم كتير. هيبيس الفنتركل ويعرف يحس اترم وفنتركل ويعمل دول مود اوف ريسبونس يعني يعمل انهبيشن ويعمل تريجرز. يعني هو بس الفرق الوحيد عن دي دي ايه؟ ما يقدرش يبيس الاتريم. ما يقدرش يبيس الاتريم يعني ينفع في عيان اي في بلوك بس عيان ساينس نود ديسفانكشن ما ينفعش. تمام؟ فهو بيتراك الاتريم ويبيس ازاي يعني؟ تمام؟ ده اوبشن موجود في السنجل شيمبر بيس ميكر. كان زمان مش احنا قلنا الكونسبت ان كل ما نزود عدد الليدز اللي في البيس ميكر كل ما الريسك اوف انفكشن بيزيد الاوبريشن تايم بيزيد فبالتالي الريسك اوف كومبليكيشن ازيد. فهو كان يقول لك ايه؟ طب ايه رايكم نركب سنجل شيمبر بيس ميكر بس يبقى فيه اوبشن التراكنج. هتعمل ده ازاي؟ اهو شايفين الرينج اللي هنا دي اللي متعلم عليها الدايره هو ار في ليد بس محطوط رينج كده ساعات رينج او تو رينجز محطوطين في الار في ليد بحيث ان هو والليد ده معدي على الاتريوم الرينج دي تقدر تحس البي ويف. فلما تحس البي ويف تدي اوردر للليد من تحت بقى من عند التيب بيس الفنت. يبقى هو عنده تراكنج عنده تراك وعنده اي بي سينكرون لكن يقدر يبيس الاتريوم؟ ما يقدرش يبيس الاتريوم فما ينفعش في ساينس نود ديسفانكشن. ما بقاش يستخدم دلوقتي. ليه؟ ليه ما بقاش يستخدم؟ لان هو حلو في التراكنج وحلو انك ركبت ليد واحد بس مشكلته ايه؟ الرايت اتر ليد بيكون داخل فين؟ بنحطه فين؟ في الرايت اتر ابندج فبيبقى ماسك جوه الاندوكارديوم فبيحس الاتريوم بيرفكت. لكن ده فلوتنج في الاتريوم فالسنسنج بوتنشال بتاعته السنسنج بوتنشال بتاعته تبقى قليله ما يقدرش يحس كويس. فممكن تفاجئ ان هو انت اي نعم استخدمت في دي دي مود بس هو مش عارف يحس كويس مفيش تراكنج فانت ما استفدتش فتضطر تقلبه دول شيمبر بيس ميكر. فالجهاز ده يقدر يعمل اتريال سنسنج فنتريكولار بيسنج لكن يقدر يعمل الاثنين مودز دول لانه ما يقدرش يبيس الاتريوم. عشان كده ما بقاش يستخدم. كان موجود زمان وانا فاكر انا برمجته وانا نايب مثلا عيانين مركبين عندهم المود بتاع الفي دي دي. دلوقتي ما حدش بيركبه خالص ما بقاش موجود. تمام؟
ممكن يكون موجود يعني بس rarely used. فالفي دي دي is contraindicated في sinus node dysfunction due to lack of atrapacy. واكيد منطقي اي عيان عنده sinus node dysfunction حد عنده اختلاف ان العيان ده ما يفعلوش دبل شيمبر، ما يفعلوش سنجل شيمبر. يعني لو عندك مشكلته في الاس اي نود حطيت لك ليد في الرايت فينتركل يا حاج ليه؟ عشان نبيس الفينتركل. طب انا مشكلتي فوق يا دكتور اصلا في الدور الفوقاني مش مشكلتي تحت خالص. فاي منطق ان sinus node dysfunction لازم له دول شيمبر. بالتالي لو قلت لك ايه الفرق بين الكلمتين دول بقى؟ سنجل شيمبر بيس ميكر ده هاردوير. انا شايف بيس ميكر في سنجل ليد سواء في الرايت اتريم او في الرايت فينتركل ماتر اوف هاردوير. يعني انا شايف الاكس ري سنجل شيمبر، لكن في في اي ده مود، ده فيسيولوجيكال، ده سوفت وير من الاخر. يعني ده هاردوير ده سوفت وير. نفس الكلام قلت لك الفرق بين دول شيمبر بيس ميكر ودي دي دي. دول شيمبر يعني انا شايف قدامي بطاريه طالع منها تو ليدز محطوط واحد في الرايت اتريم واحد في الرايت فينتركل، ما اعرفش المود ايه، ممكن تكون تظبطها على في في اي. ايه ده دول شيمبر على في في اي؟ اه العين دخل في اف وخلاص ما مش شايفك، راح الدكتور وهو بيبرمج قلبها على في في اي مود. يعني هو مركب دول شيمبر بس لغى الاتريم كانه مش موجود. تمام. ودي دي دي ده سوفت وير، ده السوفت وير اللي هو جوه اللي احنا ظابطين عليه الجهاز في البرمجه. فبالتالي لما اشوف الاكس راي ديت ما اقولش ايه والعين يا دكتور عملنا له تشيست كده انها مركب في في اي، تهبل يا ابني مركب سنجل شيمبر بيس ميكر. يعني عارف ايه هو فاهم قصدك ايه، هو الدكتور فاهم قصدك بس يعني ما اسموش حبيبي مركب في في اي، اسمها مركب سنجل شيمبر بيس ميكر مظبوط على مود في في اي. ماشي يبقى كلامك دقيق. بس لما تسافر بره لما تيجي تقول لهم اند هي هاز امبلانتد في في اي تلاقي بيضحكوا عليك كده، يو مين امبلانتد سنجل شيمبر بيس ميكر مش في في اي. هم يحبوا قوي الترمينولوجيز والكلام يبقى متصحصح. لو قلت شفت الاكس راي دي ده مركب ايه؟ دول شيمبر بيس ميكر. فانت لو بتكومنت على اكس راي سواء انت بتبلغ حد او حتى في امتحانات التريسنج والحاجات دي ما تقولش ساعتها هو ايه مركب دي دي دي، لا مركب دول شيمبر مظبوط على مود دي 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 او مظبوط على مود في في اي. فهمنا الفكره دي؟ وانتوا حطوا البطاريه هتلاقوا ايه، ادي بطاريه في اتنين سلوتس طالعين منها وادي عندي ليد في الرايت اتريم وليد في الرايت فينتركل. تمام. فبالتالي اسمها لو سمحتوا البروسيجر ايه، سكسسفول امبلانتيشن اوف سنجل شيمبر بيس ميكر، سكسسفول امبلانتيشن اوف دول شيمبر بيس ميكر. مش سكسسفول امبلانتيشن في في اي ولا في في اي ار ولا سكسسفول امبلانتيشن اوف دي دي دي، بلاش يبقى الصياغه بتاعتنا في التقارير مش مظبوطه او في التسليم اللي بنكتبه في الاسطره لو انت متعقم مع اوبريتور. وبالمناسبه اسمها ايه؟ باتري ريبليسمنت مش باتري اكسشينج. ليه ما اسمهاش باتري اكسشينج؟ كنت اقول لما اقول الجمله دي للدكتوره ميرفا تقول لي باتري اكسشينج، يعني انت جبت اثنين عيانين بدلوا بطارياتهم مع بعض صح؟ كان لان احنا كنا ونحن نقول كلمه اكسشينج اكسشينج اكسشينج، فلما بقيت مدرس مساعد هي اسمها ريبليسمنت بس. يعني انت مجرد شكل كلمه اكسشينج حط ريبليسمنت. لو قلتها بقى انت في مصر مش هتفرق، لو انت مع الاجانب بتقول لهم بات اكسشينج هتبص لك كده ويتنخ لك. انت فاهم انت تقصد ايه؟ هو بقى خلاص انت بتتكلموا في المصطلحات بتاعت اللغه دي، اسمها بات ريبليسمنت مش اكسشينج. طبعا ده المنظر الاساسي للتايبس اوف بيسنج ليدز من جوه. زمان زمان كان في حاجه اسمها باسيف فيكسيشن ليد اللي هو اللي فوق ده، بتلاقي ليد كده طالع منه حاجه اسمها تاينز. التاينز دي انت لما بتغرس الليد في الاندوكارديوم التاينز دي بتشبك في الترابيكلي بتاعه الفنتركل او بتاعه الاتريوم. تمام. فده من باسيف فيكسيشن. طلع بعد كده حاجه تانية، لان لما لقوا الباسيف فيكسيشن ده مشكلته ان بيبقى فيه ريسك اوف ديسلوجمنت عالي، انت مجرد كده حاجه رشقت لكن مش متثبته، عملوا حاجه اسمها اكتيف فيكسيشن. طالع هنا ايه، واخدين بالكم؟ سكرو. سكرو كده بتقعد انت واحنا في البيس ميكر كده، لو حد فيكم حضر بيس ميكر امبلانتيشن بنقول ايه، هات لي المنافله، بتبقى زي سكرو كده بنقعد نلفه عليه من بره، من بره خالص من عند البوكيت، فالسكرو تقعد تطلع تقور 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 لغايه ما تروح راشقه جوه الاندوكارديوم فتثبته. فالاكتف فيكسيشن بقت فكرته في ايه؟ ان هو بيبقى ريسك اوف ديسلوجمنت اقل، ان الواير يفوت لا مش هتحصل، صعب قوي ان الواير متثبت في مكان. تمام. كانت مشكله ثانيه ان الباسيف فيكسيشن لو العيان ده بعد كام سنه دخل في انفكشن وجيت تشد الليد، الباسيف فيكسيشن ده صعب قوي. ليه؟ التاينز دي بتعمل فايبروزز عنيف، لكن الاكتف لا، سهل ان انا ادي سكرو او ان سكرو واروح شاد التاني. فالاكتف فيكسيشن بقى هو الروتين مش الباسيف فيكسيشن. طب انا لما بقيم اي سي جي بتاع عيان مركب بيس ميكر بقى، احنا كده اتكلمنا عن المودز وفهمنا في الاكس راي كومنت ازاي ويعني ايه سنجل شيمبر يعني ايه في في اي دول شيمبر دي دي، وفهمنا نقول الكلام ازاي. لما بقيم اي سي جي، وهنا انا هاجي عليها كده همر عليها مرور الكرام لان هتبقى ليها محاضره منفصله في الاي سي جي كورس. انا بقيم ايه؟ كابتشرنج ولا لا؟ سنسنج الاول ولا لا؟ المفروض الاول يحس. بيبيس ولا لا؟ يعني بيطلع سبايكس عشان يدليفر سبايك، ولما بيطلع سبايك بيكابتشر ولا لا؟ تمام؟ ويل سنسنج يعني الجهاز ده جهاز بيحس كويس فمش بيطلع سبايكس على انترنسك سيجنال لا كومبلكس ولا تي ويف. ولو الانترنسك ريت بتاع العيان اعلى من البيزك ريت بتاع البيس ميكر، البيس ميكر هيعمل ايه؟
جاست ووتش ووتش كده وتفرج مالكش دعوه بيه خلاص. البيس ميكر بقى متبرمج على كده. فبالتالي الاي سي جي ده لو شفته اقول عليه ايه؟ مال سنس ليه مال سنس ده بقى كومن قوي. تشوف عينين مركبين ترانزيانت واير, تلاقي ترانزيانت واير وتيجي الصبح تمر على عين النهار اسود ده الواير بين ربط تي ويف وش وانت على الفلور وريبوزيشن او تشيك السنسنج بتاع البطاريه على فين. ده كده مال سنسنج, هو مش شايف. ده زي الاعمى كده اللي ماشي قطره مش شايف قدامه ايه. ده كده مال سنسنج. فاول حاجه اتاكد انه بيسنس كويس تمام, انه مش بيضرب على انترنسيك سيجنال. بي بيس يعني ايه؟ يعني بيدليفر بيسنج سبايكس على الاكسبكتد تايم انترفال. يعني في وقت معين كل مثلا هتلاقي مثلا بيضرب سبايك كل تايم انترفال معين, مثلا كل 3 مربعات كل 4 مربعات كبار تك 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 في سبايك بتطلع. شرط اشوف السبايك؟ مش شرط, بس اشوف الريزلت بتاعت السبايك, لان ساعات في الباي بولر بيسنج ما بتشوفوش تمام. لو حصل ديلي او ابسنس اوف بيسنج في الاكسبكتد تايم, يعني انا كنت متوقع ان هنا سبايك سبايك سبايك, ايه ده في جاب في النص حصل حضرتك ليه؟ اه في انترميتنت لوس اوف بيسنج حصل هنا تمام. فالسبايك بيسنج فكره ان انا في ستيمولس بتطلع, مش شرط اشوفها كسبايك بس اشوف الريزلت بتاعتها تمام. كابتشرنج بقى يعني ايه؟ ايه الفرق بين كلمه بيسنج وكابتشرنج؟ بيسنج يعني بيطلع شوت او ستيمولس, كابتشرنج الستيمولس دي طلعت وعرفت تديبولارايز الايه الفنتركل او الاتريوم. لو طلعت سبايك وما طلعش وراها كومبلكس او بي ويف على حسب مكان اللي دي, يبقى هو ايه بيبيس كويس بس مش بيعرف يكابتش تمام. فلو اترال حضرها اترال بيسنج اتش سبايك از فولود باي بي ويف, ولو فنتركلر بيسنج اتش سبايك شود بي فولود باي بيس كومبلكس. هوريك بس الاكزامبل دوت. هنا مثلا ده اترال سنسنج فنتركلر بيسنج, عندنا اختلاف على كده. هو بيحس كويس, عرفت انه بيحس كويس ما ضربش سبايك على انترنسيك بي, هو ويلسنز بيسنج. ليه بيسنج؟ اهو بيطلع سبايكس ات ريجولار انترفلز, ولما بيطلع السبايك بيجي وراها فنتركلر بيت, يبقى هو بي بيس وكابتشر. كان سؤالك ايه يا اه ان انا اشوف الريزلتس بتاعتها ماشي. بتقول ساعتها بقى ان هو ممكن يكون لوس اوف كابتشر واحتمال كبير يكون في لوس اوف بيسنج ساعتها, لو انت مش قادر تشوف السبايك عشان هو اصلا باي بولر مثلا. ليه الفنتريكولار بيست بي بتبقى في الاغلب ليفت باندل برانش بلوك مورفولوجي؟ انا بقى بيس من الار في منطقي تبقى ليفت باندل. طب هل ممكن تشوف رايت باندل؟ لو في سته البرفويشن دي اول حاجه لازم تاكسكلود, رغم ان مش الموست كومن كوز. اللي اتخرم السيبتم بالذات بتوع الام اي لو كان اكيوت ام اي, يعني انت ركبت واير في عين انفيريوس تاني سهل قوي انك تخرم السيبتم للاسف بيبقى فرايد, ورحت عديت بابيس من ال في ده يديك رايت باندل. عشان كده يقول لك دايما النايب السينيور يقول لك ايه, لو لقيت الاس جي على برايت باندل بيسنج على رايت باندل صور العين فلورو لاحسن يكون العين ايه اللي اتخرم. بس في بعض الاوقات او الموست كومن ان اللي بيبقى يعني انسرتد او اتاتشد جامد في الانترفنتريكولار سيبتم, فبيبيس الليفت السيبتم كبارت من ال في دي بيسموها سودو رايت باندل, ده الموست كومن كوز. اه كانه بيبيس ال في, رغم ان انت حاطه في الار في بيبيس السيبتم كانه بارت من ال في. دي حاجه فيري كومن وبتشوفها كتير ودي فلورو بسرعه سيبتم زي الفل. طب بص عليه بالايكو السيبتم انتك مفيش شنط ولا حصل اي حاجه, ده عادي ده ممكن يحصل. ما تبقاش رايت باندل عنيفه اه لا طب. او باي فنتريكولار بيسنج هو بركب سي ار تي, ممكن الاقي رايت باندل وممكن ما الاقيش رايت باندل, يعني مش كل السي ار تي بيبقى عندهم رايت باندل بس ساعات ممكن الاقي الكلام ده فيه. امتى بتشو نارو كومبلكس بقى؟ لو انت بتبيس قريب جدا من السيبتم باراسيبتال كده او مثلا باراهيسيان ساعات قريب من الهيس باندل بيسنج, ساعات يعني حاجه اسمها بيسنج عند الهيس باندل بالظبط, انت كده هتخلي الامباس تمشي في ايه؟ هيس بريفنشن. ده الموست فيسيولوجيكال بس صعب صعب وديسلوجمنت عالي, ريسك اوف ديسلوجمنت عالي. احنا للاسف دايما نحط الرايت فينتيكل في الار في ابيكس, بس ده بقى اللي بيعمل الليفت باندل المحترمه وعلى اللونج ران يعمل ايه ال في ديس فانكشن تمام. الاي سي جي ده مثلا مثال لايه؟ في الاول كان هنا ايه لغايه هنا كان ايه اتريال سينسنج فنتريكولار بيس, في سبايك مينيمال قوي بس انا حتى لو مش شايف السبايك شايف بيس بيت وانا عارف ان عندي مركب بيس ميكر. فاتريال سينسنج فنتريكولار بيس حصل هنا ايه بقى؟ اتريال سينسنج مفيش, بعدين اتريال سينسنج فنتريكولار بيس اتريال سينسنج مفيش, يبقى انا ده ايه؟ ده دول شيمبر. عرفت منين دول شيمبر؟ ما هو اكيد طالما في سينكروني يبقى اكيد كان دول شيمبر, ما ينفعش يبقى سنجل شيمبر وفي سينكرونايزيشن استحاله. وذ انترميت الا لو في دي دي طبعا وده بقى رير. Intermittent failure to pace and to capture, ان مفيش pacing ومفيش capture. احتمال تبقى مشكله في البيسنج واحتمال تبقى مشكله انه بيبيس بس مش بيكابتشر, انت مش شايف السبايك ده المثال انت كنت بتسال عليه. هو ساعتها failure to pace and to capture وكده الليد ده فيه malfunction, يا اما البطاريه malfunction بدات تخلص, يا اما الليد ذات نفسه هو اللي فيه مشكله, فيه بقى ليد فراكتشر
ديسلوجد ايا كان اتحرك من مكانه اشهر سبب او فراكتشرد. تمام المنظر ده ايه بقى؟ بيضرب سبايكس ولا ريجولر انترفلز بس نون كابتشر بقى انترميتنت فيلير تو كابتشر بيضرب سبايك بس مفيش مفيش كيو ار اس يبقى مال كابتشر او نون كابتشر. فهمت الفرق بين ان هو مش بيبيس او مش بيكابتشر؟ مش بيبيس مفيش سبايكس بتطلع من اساسه هو مش بيفاير اصلا لكن النون كابتشر انا شايف سبايك ومفيش وراها كومبلكس. ممكن البوزيشن بتاع الليدز وممكن تبقى مشكله في الليدز ذات نفسه بالليد نفسه اصلا فراكتشرد او البطاريه بدات تبقى اند اوف لايف لو ممكن تبقى البطاريه اند اوف لايف اللي هي بتطلع سبايكس مفيش حاجه. الخلاصه لازم يتبرمج ويتبص عليه بالفلورو. ليه؟ لان الفلورو هيقول لك ديسلوجد ولا يقول لك في مشكله في الليد ولا. طب لو عيان مركب بيس ميكر والاي سي جي في اي في ديسوسيشن يعني انت جالك عين بص يا دكتور كده الاي سي جي ده بيسنج يا جماعه سبايكس ما شاء الله وايد كومبلكس وبيطلع ريجولر انترفال وحلو جدا بس ديسوسيتد ايه الاحتمالات لما سنسنج ليه يا بابا اقول اي في ديسوسيشن سنجل شيمبر بيس ميكر عادي خالص اكيد سنجل شيمبر هيكون متظبط على في في اي او في او بس حالات نادره في في اي او ممكن يكون دول شيمبر ازاي يعني دول شيمبر وانا اللي ظبطته على في في اي ليه الاترا ليد بايظ ساعات بتحصل بعد ما ركبنا بعديها بسنين الاترا ليد قراياته زي الزفت وقفناه على بتاع في في اي او دخل في بيرمننت اف فانا وقفته بس انا بتكلم في ديسوشيتد يعني عنه ساينس او دول شيمبر بيس ميكر بس الاترا ليد ديسلوجد الاترا ليد فراكتشرد ايا كان بقى المشكله الاترا ليد مالفانكشن فوجود اي في ديسوشيشن حاجه من الاثنين يا اما سنجل شيمبر بيس ميكر يا اما ممكن يكون دول بس انت اللي ظبطه على في في اي لسبب ما او مال فانكشن انتر ليد. خلي بالك عشان الحاجات دي بتتسال وبتقعد انت يعني تبقى انت فاهمها ما تجيش تقول ايه ديسوشيشن بص هيطلع سنجل شيمبر انا بقول لك اهو. طيب وانت بتتكلم بقى انا في بطنه وتفك وتيجي يقول لك بص يا فلان ايه ده طلع دول شيمبر ازاي طيب ديسوشيتد ليه؟ لا عادي مال فانكشن انتر ليد. يبقى ده بقى اللي عندها هنحتاج نبرمج له جهاز ونشوف ونبص عليه بالفلور. دايما دول اكتر حاجتين يقيموا لك الكيسميك فلورو و بروجرام. فلورو انت تقدر تعمله بروجرامنج هتحتاج حد ايه الكتروفيسيولوجيست مدرس مساعد او اكتر عشان خاطر يبص عليه. كلمه يونيبولر وبايبولر يعني ايه؟ العادي البيزك زمان كان يونيبولر. يونيبولر يعني عندي انود وكاثود. الكاثود بيكون هو التب والانود بتكون هو الباتري كام. الباتري كام هي الانود. تمام فاثناء البيسنج الامبلس بتمشي من الانود للكاثود من البطاريه لغايه التب. تمام وبعد كده بتروح راجعه عن طريق البادي فلويدز والتيشوز للبيس ميكر كان اللي هي الانود. ده اليونيبولر وده كان البيزك زمان ده كان العادي زمان ده اسمه يونيبولر. ليه قلت عليه يونيبولر؟ لان هو في بول واحده اللي هي عند التب اللي بنعتبرها هنا الكاثود والانود البطاريه اللي هي متركبه اوريدي بنعتبرها هي الانود. انود هو البوزيتيف وكاثود هو النيجاتيف. التصنيع الاحدث مش احدث يعني اللي من دول طبعا ده من سنين طويله يعني البايبولر. بايبولر يعني ايه؟ لا انا هاكسكلود الكان الباتري كان من القصه خالص. هيبقى كل فكرتي فيه ان انا حاطط تيب ورينج. في تيب اللي شايفينها دي هنا دي الكاثود وفي رينج هنا بروكسيمال ليها شويه دي الانود. الامبلس هتمشي في الحته دي بس. تمام اللي هي تمشي من انود للكاثود كده وتروح راجع من الكاثود للانود هنا. ده بايبولر بيسنج. دي فكره البايبولر واليونيبولر. طب اختلافاتهم عن بعض ايه بس عشان خاطر الرغي ده كله؟ يعني اليونيبولر مور سنسيتيف. ليه؟ بص السنسنج انتنا بتاعته ماشيه فين من البطاريه لغايه التيب يعني البطاريه هنا لغايه الرايت فنتركل ايبكس فمور سنسيتيف ومور سنسيتيف للانتريسيك سيجنال. البايبولر اقل شويه في السنسيتيفيتي. البيسنج ثريشولد يكون احسن في مين؟ في اليونيبولر يكون بيسنج اقل ودي حاجه معناها ان هو ايه احسن ان هو بيضرب لغايه 0.5 0.25. البايبولر ثريشولد اعلى شويه. السبايكس اشوفها اكبر في مين؟ البايبولر الاقي فيه سبايكس اكبر لان انا بضرب من فين لفين من الكان لغايه التب فلاقي سبايك كبيره. في البايبولر سمول او ممكن ما اشوفهاش اصلا. طب ما اتعامل كله يونيبولر بقى. لا ما اكيد اي حاجه ليها ميزه وعيب. مين اللي اكتر يعمل دايفراجماتيك ستيميوليشن؟ يعني ايه دايفراجماتيك ستيميوليشن؟ يعني الليد بيضرب بيستيميوليت الفرينيك نيرف فالعين يقول لك ايه يا دكتور يا دكتور بص يا دكتور بطني عماله تعمل ازاي؟ ده كاني عندي صغطه يا دكتور بطني عماله ايه؟ دايفرام بي كونتراكت عند كوب يونيلاترال طبعا مش هيضرب بايلاترال فتلاقي بطنه فعلا تيجي تبص على بطنه تلاقي ايه؟ بطنه عماله تطلع كده. طبعا العين ده لو قعد في بيته بيتخض اللي بيحصل فيه ايه؟ تخيل انت قاعد كده مره واحده بطنه عماله تطلع وتنزل كده. ده البيس ميكر بيضرب الفرينيك نيرف. ده يحصل اكتر مع مين؟ مع اليونيبولر. انت السبايك شوف الامباس تمشي من فين لفين فعشان كده مش كله بنظبطه على يونيبولر ساعات بايبولر ده العادي ولو لقيت القرايات مش حلوه ممكن اعمل يونيبولر ساعات.
انا بقولها لكم بقى عشان تبقوا فاهمين الفكره، عشان في كتير يقعد يسال يوني بولر وباي بولر والكلام ده كله، بس ما تغطوش يعني مش مهمه قوي دلوقتي، بس انا بقولها بس كايه فكره. ما يبقى التو اوبشنز متظبطين عليه. الاي سي ديز والسي ار تيز انا مش هاخد فيهم جامد، انا هقولهم باختصار لان ليهم محاضره في الهارت فيلير كورس، تمام؟ ده جزء من الكوريكولم اللي عليكم عشان الامتحان. اي سي دي اختصار ايه؟ مش انتركارديك ديفيبريليتور رجاء بس، ماشي؟ لان ده كلنا كان عندنا على المرحله بتاعت الاي سي دي. يعني ايه يعني انتركارديك ديفيبريليتور يا دكتور؟ لا، هو امبلانتابل كارديوفيرتور ديفيبريليتور. كارديوفيرتور يعني بيدي دي شوك سنكرونايز. دي 10 دقايق واقف خلاص. طب حاضر. ديفيبريليتور يعني مش سنكرونايز. الاي سي دي هو دوره انه يديتكت الفي تي ويترمينيت. هل بيبريفنت؟ الاي سي دي مش بريفنت، تمام؟ عشان كده ما ينفعش عيان عنده في تي ستورم اديله ايه؟ ادي له اي سي دي. لا، انت توقف الستور وبعدين ادي له، لان انت هل عنده هيفضل ياخد ايه شوكس للهبل. هو بيترمينيت الفي تي عن طريق ايه؟ حاجه من الاثنين، يا انتي تاكيكارديا بيسنج اللي هو يضرب على ريت اسرع، ودي حاجه فيسيولوجيكال جدا ما فيهاش اي مشكله، يا اما الشوكس كارديفيرجن او ديفيبريليشن. ده فكره الاي تي بي، والكلام ده انا شرحه بالتفصيل في محاضره الاي سي دي والسي ار تيز، عشان بس انا كده انا ايه هعدي عليها سريعا دلوقتي. فده منظر اهو، بس بصوا الاي سي جي هنا عامل ازاي؟ ان هو في تي حصل بيسنج هنا في الجزء دوت وبعدين رجع ساينس. ده الاي تي بي وده مش بينفول. الشوكس طبعا هي اللي بينفول وبتبقى سايكيك تروما عنيفه للعيان. فالاي تي بي هي بيسفول ميثود، ولكن الشوكس انتي تاكي كارديا بيسنج. انتي تاكي كارديا بيسنج اللي هو يضرب على ريت اسرع من التيار اللي هو المنظر ده، تمام؟ والاي سي دي شوكس بتبقى اسلوب تعذيب، عشان كده ما ينفعش عيان بيدخل في في تي ستور بتقول له اركب له اي سي دي، تهبل يا ابني. لا، ده نعمل له انتي اريزيك ميديكيشن، ندخل نعمل له ابليشن نشوف المكان اللي بيطلع فاير، لكن مش راكب له اي سي دي عشان خاطر يدي عليك لغايه اخر يوم في عمره. هيبقى بيموت وهو بيدي عليك، خد 20 صدمه مثلا في خلال يوم، ده لو ما راحش المستشفى طبعا ولحق نفسه، تمام؟ الافريج باور بتاعت الاي سي دي بتبقى من 30 ل 40 جول، مش 200 و 360 بتاعت الحاجات، لان ده ايه؟ ده من جوه مش محتاج باور عاليه، بس ال 30 جول دي توقعه في الارض. كان دكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه اتحجز معايا مره وانا نايم، فكان جاله اي سي دي ستون، فانا بساله طب الاحساس بتاعها كان عامل ازاي حضرتك؟ قال لي تحس ان في حد بيديك من البوكسات من صدرك من جوه وانت مش عارف توقفه. يديك بوكس تقع في الارض تقوم تاني تاخد بوكس تاني. فاحساس فعلا بشع. الاي سي دي ممكن يكون سنجل شيمبر ودول شيمبر. الدول بيتميز ان هو ايه؟ بيعرف يعمل ديسكريميشن احسن للفي تي من الاس في تي، فما يديش ان ابروبريت ثيرابيز. لانه هدف الاي سي دي للايه؟ للفيتاك مش للاس في تي والاي اف. خلاص تمام؟ فدي فكره السنجل. الاغلب بيبقوا سنجل. الدول بيبقى اغلى شويه فمش بنركبه روتين، لكن لو شاب صغير وانا خايف من يحصل ان ابروبريت ثيرابيز ممكن اركبه له دول، فما حدش يضرب لو اي سي دي ودول شيمبر، تمام؟ طبعا ممكن يكون في سنجل كويل ان هو كويل واحد عند الرايت فينتركل، وممكن يكون في تو كويلز، كويلز عند الرايت فينتركل والاس في سي. فكره سنجل ودول كويل ان الدول كويل بيديك حاجه اسمها فيكتورز او اكسس اكتر للشوك، ان في بعض الاوقات الشوك لما تيجي الشوك مش بتعرف تعمل ترمينيشن للفي تي، فانت لما تبقى حاطط كويل جوه الاس بي سي، كويل ده المكان اللي بيعتبر كانه القطب اللي بيطلع منه الكهرباء بتاعت الشوك. فانت لو عندك مثلا كويل في الرايت فينتكل وكويل في الاس بي سي وعندك البطاريه، ممكن تقول ايه؟ انا عايز الشوك تمشي من البطاريه للار في كويل الاس بي سي كويل. طب لو الشوك دي فيلد يبقى النكست شوك تمشي من الار في كويل تمشي لغايه الاس بي سي، اللي هو بتغير الاتجاهات من الاخر. عارف بالظبط كده؟ مثلا الدي سي اديته انترولاترال ما استكبش، رحت اديته انتروبوسيور ففك. نفس النظريه. ده فكره ان ساعات بيكون في دول كويل وسنجل كويل. الدول كويل مشكلته بس ان هو في اليونج ايج بيبقى وحش انه بيعمل اديجنز في الاس بي سي. تعالوا نشوف امثله. الجهاز ده مثلا ايه؟ هتقولي سنجل شيمبر بيس ميكر، حقك. حد عنده واحده سنجل شيمبر بيس ميكر؟ بس في زياده. ايه دي؟ شايفين الحته التخينه دي؟ ده كويل، ده كده مش بيس ميكر عادي، ده اي سي دي. عرفت تعرف الاي سي دي زي في الاكس راي؟ ده مهم تعرفه النهارده. يبقى ده سنجل شيمبر اي سي دي. طب سنجل ولا دول؟ الاس بي سي اهو المكان ما دخلنا زي الفل. يبقى ده سنجل شيمبر لان مفيش غير ليد واحد، شيمبر واحد وسنجل كويل. طب ده شايفين اتنين كويلز؟ دي فكره الاس بي سي. يبقى ده ايه بقى؟ سنجل شيمبر بس دول كويل، تمام؟ طب ده بقى ايه؟ دول شيمبر في اتنين ليدز ودول كويل، صح؟ طب ده دول شيمبر في سلكه في الاترم وسلكه في الفينك بس كام كويل؟ عرفتوا تكومنت ازاي؟ يبقى ما ينفعش تيجي تقول لي مركب بيس ميكر. عرفت ان عرفت ده بيس ميكر يا دكتور؟ انا هعرف منين يا دكتور وانا برمجته؟ يا ابني الاكس راي هتقول لك، الاكس راي هتقول لك في كويل تخينه، الحته التخينه الشايننج دي يبقى ده اي سي دي. السي ار تي طبعا انتوا فاهمين فكرته وانا شرحته بالتفصيل اكتر في المحاضره دي، ان السي ار تي من الحاجات المهمه. ده باي فينتريكلر بيس ميكر. النقطه بس انا عايز اوضحها، في احنا بنحط ثلاثه ليدز،
الرايت اتر ليد والار في ليد بيعملوا اندوكارديال بيسنج، ولكن ال في بيسنج بيكون عن طريق ايه؟ كوروناري ساينس. يبقى انت بتبيس ال في من الابيكارديوم ولا الاندوكارديوم؟ من بره، عشان بس تبقوا فاهمين ان في السي ار تي احنا بنعمل ابيكارديال بيسنج لل في. انت مش بتحط ليد في الليفت فينتركل، مش منطقي احط ليد في الليفت اخرج من الانتر اتر سيت واحط بالال في، ممكن اه بس اللي عنده هيجي له ايه؟ ثرومبو امبوليزم ان شاء الله. يعني لازم تمشي انتي كواجليشن فور ايفر، فمفيش حاجه اسمها ان انا اركب سي ار تي. ساعات بتتعمل يعني، في بيبرز كانت معمول عليها بس هي مش فيسيولوجيكال. فالمنظر ده منظر ايه؟ 3 سي ار تي، بس في حاجه زياده ان في كويل هنا وكويل هنا، يبقى ده كان سي ار تي دي دي فيبريليتور. تمام. طبعا الجايد لاينز شرحها بالتفصيل نركبه از امتى، انا مش هقولها دلوقتي عشان طبعا العامل الوقت، وعشان خاطر طبعا معظم كتاب، لان دي مشروحه في محاضره ثانيه اللي هي امتى نحتاج نعمل سي ار تي، انا شارحها هنا. تمام. الكلاس كام، ليفت باندل نون ليفت باندل، اكتر من 130 اكتر من 150، دي في المحاضره الثانيه بنتكلم عنها بالتفصيل. تمام. ولو اي اف بيبقى ايه، لو كومبليت هارت بلوك، الكلام ده كله شارحينه في المحاضره الثانيه، هتقروه وتسمعوه برده في المحاضره الثانيه. وامتى ممنوع نعمل سي ار تي اللي هي لو كومكس اقل من 130، مفيش اي منطق ان عين هارت فيلير ويا عيني راجل متبهدل اقول اركب له سي ار تي. السي ار تي العادي اسمه ايه؟ سي ار تي بي. بي يعني ايه؟ في بيسنج. انا مركبه بس في بايفنتريكولار بيسي. لو معاه اي سي دي يبقى سي ار تي دي. يبقى عارفين الفرق بين سي ار تي بي وسي ار تي دي؟ فالسي ار تي بي ده اهو ثلاثه ليدز بس مفيش اي كويلز، يبقى انت من الاكس راي كده لما تشوفها تقول ايه؟ سي ار تي بي. عرفت منه بي مفيش كويلز، ده سي ار تي بي. وعرفت منه سي ار تي، انا شفت ثلاثه ليدز. بصوا هنا ثلاثه سوكتس او ثلاثه سلوتس طالع منهم ثلاثه ليدز. ودايما تلاقي الكورونري ساينس تلاقيه رفيع لانه بيدخل جوه كورونري ساينس فيكون رفيع، لكن ده سي ار تي دي وسنجل كويل. تمام. نفس الكلام سي ار تي دي وسنجل كويل، وده هو شايفين ال في دي بي رفيع ازاي. تمام. يعني السي ار تي في اوبشن دي فيبريليشن، اه انت اللي بتطلبه ساعتها، مش ساعات بقى في حاله بنفضل سي ار تي بي سي ار تي. طبعا الاغلى هو سي ار تي دي. تمام. ده نفس الكلام برضو. وخلي بالكوا الاي سي دي كبطاريه تخينه، لما تيجي تشوف الاي سي دي تلاقي بطاريه تخينه وضخمه. بص المنظر هنا بطاريه ضخمه، ولما تيجي لو حد فيكم اتعقم مره بتلاقي بطاريه تخينه، وبتبقى لازم تتثبت لانها بتبقى تقيله على العيان، لان بيبقى في حاجه اسمها كاباسيتور. الكاباسيتور ده هو اللي بيدي الشوكس. البيس ميكر العادي تلاقيه ارفع شويه. تمام. فالسي ار تي بي باي فينتريكولار بيسنج فقط، ما فيهوش ثيرابيز، ولكن السي ار تي دي باي فينتريكولار بيسنج وكمان اي سي تي ثيرابيز. يعني لو عندنا هيستفيد من الباي فينتريكولار بيسنج، ويستفيد ان لو جاله فيتاك الجهاز يعمل لها ترمينيشن. طبعا عشان خاطر ما نبقاش ايه، تبقى انتوا ابديتد، في حاجه اسمها ليدلس بيس ميكر. ليدلس بيس ميكر ان في نوع من بيس ميكر ده موجود من زمان، مش حاجه لسه يعني بقى لها سنتين ثلاثه. يعني دي شفتها وانا مدرس مساعد، ولما شفتها في انجلترا كتير، ان الجهاز بتحط بس حاجه زي الشيب كده جوه الرايت فينتريكل، بتبيس الرايت فينتريكل، ولا محتاج ليد ولا محتاج سبكوتينيوس بوكيت، فريسك اوف انفكشن مينيمال. بس لازم ادخل من فيمورال فين بتشيس 20 فرنش تقريبا او 24 فرنش. متخيلين الشيس عامل ازاي؟ انت الشيس بتاع كوروني 6 فرنش، تخيل 20 فرنش عامل ازاي؟ بحاجه ضخمه. فلازم هي حد عنده فينس اكسس محترم. يعني ده فكرة الليدلس بيس ميكر. هتلاقي حاجه كانت في حاجه اسمها مايكرو ديفايس، مش موجود في مصر قوي بس موجود بره، شفته كتير هو. بس هو ليه ليميتيشن، هو سنجل شيمبر، لما تيجي البطاريه تفضى هتضطر تحط له بطاريه، مع البطاريه القديمه مش هتشيل البطاريه، هتشيلها ازاي؟ هي اتغرست جوه خلاص. فانا بقول لكم عشان لو سمعت كلمه ليدلس بيس ميكر ما تقولش ايه ده، ده تطور جديد في البيس ميكر لسه ظاهر ولا ايه؟ لا حضرتك ده بقاله يجي 10 سنين حضرتك. لا لا لا، لانك في الرايت فينتركل، ما يبقاش احنا عندك كويس. تمام. احنا كده خلصنا. يبقى احنا قلنا انواع البيس ميكرز، برادي بيس ميكر سنجل ودول، دول اي سي ديز والسي ار تي. يبقى النهارده عرفنا ايه؟ عرفنا التايبس والانديكيشنز اوف بيس ميكر ان جنرال، عرفنا النومنكليتشر ودي اكتر جزء استفدنا فيه وفهمناه، عرفنا كويك انتربريتيشن الاي سي جي في البيشنتس، وعرفنا الفرق بين يوني بولر وباي بولر، واتكلمنا باختصار عن السي ار تي والاي سي ديز، وزي ما اتفقنا المحاضره الثانيه في الهارت فيلير كورس شرحها بالتفصيل. حد عنده اي اسئله؟ تمام. طب انا بس هقفل المحاضره عشان خاطر محمد وي. طيب شكرا جزيلا ليكم، ويعني هيبقى ان شاء الله في برضو تكمله في محاضرات تانية برضو بنستفيد فيها في تفاصيل اكتر دي.